اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الحريه في كل مكان في العالم وحلقه جديده متجدده كل يوم خميس الساعه 12 الظهر بتوقيت كاليفورنيا الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج 10 40 في الحقيقه احنا سعداء جدا ان احنا نكون معاكم النهارده حلقتنا حلقه مليانه بكثير من الاخبار من التحليل السياسه اللي بينتهجها ترامب طبعا أقل من أسبوع فات ترامب نص أنه يكون الرئيس الخمسة 45 للولايات المتحدة الأمريكية طبعا صاحب دوت أمور كثيرة جدا ومن ساعتها لا تهدأ الأحداث هناك ثورة حقيقية في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الحقيقة أنا قيت لحضراتكم النهاردة الحاجات اللي في السياسة دي اللي هتكون مؤثرة بدور كبير جدا على أوروبا على الشرق الأوسط اللي منها نقدر نستمد كمان ما هو دور الكنيسه العربيه ما هو دور المؤمنين الموجودين في الشرق الاوسط وخارجه فيما يتعلق بكل هذه الامور، علاقه كل دوت بنهايه الايام، علاقه دوت بازاي انه كل المسرح بيعد علشان خاطر مجيء المسيح، ازاي انه كل الاشياء كل الأخبار اللي سبق الروح القدس تكلم إليها عن طريق وناس قديسين مسوقين بالروح القدس في كلمة ربنا إزاي إنها بتدينا الأخبار السارة عن مجيء المسيح الأمور دي كلها هنكون بنعالجها في حلقتنا ديت وبنختار الحاجات اللي ليها علاقة بهذا التأثير اللي بيحصل سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو على المنطقة العربية بصورة خاصة جداً كمان هنتكلم على بعض الأحداث اللي بتحصل في الشرق الأوسط، هنتكلم على بعض الأحداث اللي بتحصل في تركيا، هنتكلم ازاي النهارده مرحلة الغليان التواجد الروسي في المنطقة يعتبر بلا مردود على الإطلاق، الأمور بتتحرك بطريقة سريعة جدا، كل دوت علاقته ايه؟ ازاي نقدر نشوفه؟ ازاي نقدر نشوفه من منظور كبير؟ من فوق نقدر نشوف ونشوف كمان الاحداث دي كلها بتتحرك ناحيه ايه سعداء جدا ان يكون التليفونات مفتوحه من اول الحلقه حضراتكم ممكن توجهوا لينا اي اسئله او اي حاجات عن طريق الفيسبوك او عن طريق الايميل آه، كلمونا في التليفون آه، حضراتكم اللي اسئله او تحبوا تعملوا مداخلات احنا سعداء جدا ان احنا نكون آه، النهارده فاتحين الامور على الهوا علشان خاطر نقدر آه، آه، نكون بنغطي ونشوف كمان ما هو المردود في الشرق الأوسط وخارجه من المتكلمين بالعربية دونالد ترامب يوم 20 يناير اتنصب علشان خاطر يكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في سبيل أنه من يوم 8 نوفمبر من يوم ما أعلن أنه هو بقى الرئيس المنتخب إلى أن أصبح الرئيس الفعلي للولايات المتحدة يوم 20 يناير عدت الأمور بكمية هائلة من المنحنيات وكمية غير معتادة من محاولات التشكيك محاولات إثناء الناس اللي في الإلكتورال كوليدج إن هم يصوتوا لصالح ترامب حاجات كثيرة جدا اتعملت عملها الديمقراطيين عملها حلفائهم في محاولة غير عادية يمكن عمرنا ما شفناها غير في أول مرة لما بوش وجور كانوا يعني سنة 2000 حصل ازاي انه كان ال مش عارفين يعدوا بيعدوا بطريقة معينة وأعادوا العد في ولاية فلوريدا كل الأمور ديت لكن مجيء ترامب بالذات في الوقت دوت كان محاط بكميه هائله من الاسلاك الشائكه، كميه هائله من الـ يعني زي ما يكون ماين فيلد او حقل الغام عمال يتحط كل شويه، حتى الاداره بتاعه اوباما ما حاولتش ان هي تساعد بالطريقه الممكنه، شفنا انه في خلال الثلاث شهور اللي ايام بسيطه اللي تم فيها الترانزيشن ده او العملية الانتقالية دي قد ايه انه كان كل حد من كل ناحية زي ما يكونوا بيتخانقوا مع بعض طبعا يمكن ما شفناش الكم الهائل من هذه العداوة أو هذه الـ 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 الشحن الشعبي الغير عادي في اي انتخابات أخرى لكن السبب يمكن بالنسبة للناس انه الناس مش راضية عن سياسات معينة، شخصية ترامب ممكن تبقى تصادمية، ما بيسيبش حاجة لحد، يا ترى هيعمل إيه مع اللي بيحصل في العالم كله، يا ترى وهو زي ما البعض وصفوا أن هو بيلعب بالقنبلة النووية كأن هي كرة القدم الأمريكية اللي هم بيلعبوها باليد ديت وهكذا، محاولات هائلة جدا، لكن إحنا كمؤمنين شايفين ان اللي حصل ده كان ترتيب الهي مذهل زي ما كان 30 يونيو في حياه مصر وفي حياه المنطقه العربيه كلها وفي حياه عمل الله من اجل ملكوته في منطقه الشرق الاوسط كانت يوم فارق وعلامه فارقه اللي صنعها الروح القدس نقدر نقول كمان انه مكسب ترامب ضد كل البولز وكل استطلاعات الراي اللي قالت انه مستحيل مش ممكن ان هو يكسب كانت فعلا علامات الهيه والشيء الغريب انه الولايات اللي هو كسب بيها الثلاث ولايات الاساسيه زي بنسلفانيا وميشيغان وسكانسون دولت عمرهم ما انتخبوا رئيس جمهوري من سنه 88 اخر واحد انتخبوه كان رونالد ريغان لكن ازاي انه حتى كمان لما حاولوا يشككوا وحاولوا يعملوا اعاده فحص للاصوات الانتخابيه بدعوه انه الروس تدخلوا وعملوا هاكينج وغيره وغيره لقوا انه الراجل طلع اظن 100 وحاجه صوت زياده كمان يعني ما كانوش محسوبين له طبعا مش هيفرقوا في الموضوع النهائي كله لكن على الاقل ان كل محاولات التشكيك اللي ما حدش شافها في تاريخ امريكا قبل كده حصلت لترامب شفنا ازاي ان في ميديا بايس غير عاديه شفنا ازاي انه الميديا في امريكا تكاد بنسبه فوق ال 80% واقفه ضد ترامب، بتحاول ان هي تمسك كل يوم على حاجه تعمل عليها خبر وتكبره زي السي ان 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 بي سي ان بي سي والحاجات دي كلها عايزه باي طريقه ان هي تقاوم اي تغيير واي دفع. ومع كده الراجل مستمر ومع كده كل يوم بيطلع بقرار جمهوري، قرار تنفيذي. الحاجات دي كلها بيحاول انه يشيل بيها كل الاثار المدمره اللي عملها اوباما. يا ترى تاثير ايه دوت على السياسه الداخليه؟ يا ترى تاثير دوت ازاي هيكون على السياسه الخارجيه على مدى الانفولفمنت بتاع امريكا، مدى تداخلها في شؤون العالم كله تحت حكم ترامب. ترامب تركيزه الاساسي على امريكا اولا. وأمريكا تصبح عظيمة ثانية هو ده السلوجان بتاعه هو دوت الحاجة اللي كسب بيها هو ده الحاجة اللي هو بيعتبر ان هو تكليف او منديت من الشعب الامريكي ليه وبطريقة فعلا اسرع مما حد كان يتخيل بدأ في الموضوع ده في اقل من اسبوع لقينا كم هائل من القرارات اللي بتطلع اللي فعلا ممكن تكون بتغير وبتعمل ثوره حقيقيه وبتقول شيء واحد بس ان الراجل دوت يقصد ما يقول ويقول ما يعنيه. بمعنى كده انه عايز يقول للناس يا جماعه تيك نوتس انا مش بقول كلام في الهواء. أنا مش زي الرؤساء التانيين أو الناس اللي بتنتخبوهم اللي بتسمعوا منهم أثناء الحملة الانتخابية حاجة وبعد كده لما بيبقوا رؤساء ويرتاحوا بقى في البيت الأبيض وتبتدي الدبلوماسية وكل يعني الخدوهات بتاعت واشنطن تأثر عليا، لا أنا راجل مانيش سياسي أصلا، أنا راجل مش دبلوماسي، أنا راجل بتاع بيزنس عشان كده أنا جاي هدي السياسة للناس السياسيين اللي معايا اللي زي مايك بينس اللي هو الراجل المؤمن المسيحي اللي هو نائب الرئيس بتاعه لكن أنا كمان مهتم جدا بالأمور الاقتصادية بتاعة أمريكا علشان كده تركيزي هيكون أكتر لجوة تركيزي هيكون أكتر على أنه الأمريكان يحسوا أنه أمريكا دي بتاعتهم أن أمريكا دي كقوة عظمى هتكبر وهتنمو وهتصير عظيمة تركيزه الاقتصادي هائل جدا عايز اوري حضراتكم بعض اللقطات اللي خدناها من الخطاب بتاعه الخطاب اللي عمله في وهو بيقبل رئاسة أمريكا على فكرة الخطاب دوت كان مختلف تماما عن أي خطاب قاله أي رئيس في أي وقت تاني لأن عادة اليوم دوت بيبقى تسليم سلمي للسلطة بيبقى الرئيس القادم يعني بيلقي بكثير من الامتنان والتقدير على الرؤساء السابقين على الرئيس اللي هو مستلم منه على طول دايركت يعني بتبقى فيه كتير قوي من الدبلوماسية والذوق والأخلاق والأحضان والسلامات الحارة وهكذا عمل هو الحاجات اللي هي يعني إيه لازم تتعمل، لكن لما جه في الخطاب بتاعه هتلاقوا حضراتكم انه اوباما قاعد ساكت لغايه اخر جزء في الخطاب لانه كان لازم الناس تسقف فهو لازم هيسقف، لكن هتلاقوا انه قاعد مش بيسقف على اي حاجه بيقولها، قاعد انه زوجته حتى كانت في منتهى الامتعاض ونظراتها كلها كانت نظرات يعني يعني نظرات شرر <applause> يعني ناقص ان هي تاكل الناس بعينيها من كتر الغضب الدفين شفنا انه الخطاب بتاعه اتكلم على انه امريكا في حاله ديكاي يعني امريكا بتصدي امريكا بتحتضر امريكا بايظه انا مستلم بلد البلد ديت متضعضعه انا مستلم بلد خرده تخيلوا ان هو بيقول الكلام ده وراه قاعد الرئيس اللي بيستلم منه يعني هو عايز يقول له انت الثمان سنين اللي فاتوا بهدلت البلد ديت وانا جاي من النهارده علشان خاطر امسحك وامسح كل اللي انت عملته وكمان علشان خاطر اعمل العكس بالظبط حتى الناس اللي هو اختارهم للكابينت بتاعته الناس اللي هو اختارهم وزير الدفاع اللي هو اختاره اللي بيسموه المات دوج اللي هو جنرال ماتس دوت ده كان قائد المارينز في أيام أوباما والراجل استقال فور ستار جنرالز يعني أعلى رتبة يعني زي فريق أول لو خدناها بالمقابل عندنا في مجتمعنا الراجل استقال لأنه مش راضي عن سياسة أوباما مش راضي عن سياسته في أفغانستان ولا العراق ولا غيره ولا غيره لأنه اكتشف إنه الراجل دوت مجرد ان هو بيقول كلام في الهوى للاستهلاك لكن فعليا احنا ما بنعملش حاجه فالراجل استقال ما استناش حتى لفتره ان هو يطلع معاش الراجل دوت كل الجهاز بتاع الامن القومي بتاعه وزير الامن القومي او الهوم لاند بتاعه برضو كان راجل عسكري عاده اللي بياخد المهمه ديت في الاغلب يعني في اغلب الاحيان ما بيبقاش عسكري اصلا، ممكن يكون عمل في الخدمه العسكريه فتره وهو صغير، لكن ان هو يكون شخص في منتظم ويصل الى درجات عليا عاده ما بيعينوش وزير الدفاع، بيبقى دايما حد سيفيليان، هو اختار ناس الناس دولت مخهم عسكري وفي نفس الوقت يعني عندهم مواقف معينه ضد سياسه اوباما فهو كان جاي علشان خاطر يقول في الخطاب بتاعه انا لدبلوماسي ولا بعرف ان انا آآ يعني اغطي المنتج بتاعي باي نوع من الشوكولاته او يعني متبقاش شوجر كوتد زي ما بيقولوا لكن انا هتكلم في الصميم خلينا نشوف مع بعض الفيديو الاولاني اللي فيه بيشرح وبيقول سياسته الداخليه وهختار منها بعض الحاجات المهمه اللي هقول ازاي انها هتاثر على العالم كله على الشرق الاوسط بطريقه خاصه خلونا مع بعض نشوف هذا الفيديو اللي بيتكلم فيه ترامب عن سياسته الداخليه. اننا مواطن الولايات المتحده الامريكيه الان مجتمعون في جهد وطني لاعاده بناء بلدنا و إيفاء الوعود لكافة مواطنينا. معا سنحدد مسار الولايات المتحدة والعالم للعديد والعديد من السنوات القادمة. إننا سنواجه تحديات وسنواجه مصاعب ولكننا سنقوم بعملنا وننجزه كل أربع سنوات نجتمع هنا لنقوم بنقل سلمي للسلطة مراسم اليوم مراسم اليوم لديها او هي مميزه لاننا اليوم لا ننقل السلطه فحسب من اداره امريكيه الى اخرى او من حزب الى اخر بل اننا ننقل السلطه من واشنطن العاصمه ونعيدها لكم الشعب وفي مركز هذا المركز هناك أمر أساسي، هناك فكرة موجودة، يجب أن نخدم الأمريكيين، الأمريكيون يريدون مدارس رائعة لأطفالهم وحارات آمنة لعائلاتهم ووظائف جيدة لأنفسهم. هذه فقط مطالب منطقية لأشخاص بسطاء وللعامة البسيطة، ولكن العديد من المواطنين لدى أمامهم واقع مختلف الأطفال والأمهات عالقون في الفقر في مدننا ومصانعنا تتحول إلى قبور على أراضينا النظام التعليم لدينا مليء بالأموال ولكن ليس هناك من علم لتلاميذنا أيضا الجريمة هناك العصابات والمخدرات التي تسرق الكثير من الأرواح وتمزق بلدنا so وهذه مخاطر جمة This stops right here هذا يجب أن يتوقف حاليا right وسيتوقف حاليا هنا For many decades, لعقود طوال لقد بدانا صناعة كبيرة وقمنا بتمويل جيوش اجنبية وسمحنا بتدهور قواتنا العسكرية لقد دفعنا عن امم اخرى وحدودها فيما رفضنا حماية حدود بلدنا وصرفنا تريليونات وتريليونات من الدولارات وراء البحار فيما البنى التحتيه الامريكيه سقطت الى فوضى جعلنا بلدان اخرى غنيه في حين الثروه والثقه والقوه في بلدنا انحسرت وراء الافق واحدا وراء الاخر المصانع اغلقت وغادرت ارضنا الى الخارج من دون فكره عن الملايين والملايين من العمال الامريكيين الذين تركوا من دون عمل ثروه طبقتنا المتوسطه سرقت من منازلهم وبعدها اعيد توزيعها عبر العالم ولكن هذا هو الماضي اما الان فاننا ننظر فقط الى المستقبل اليوم نضع عهدا جديدا سنسمع في كل مدينه وفي كل مركز للسلطه من هذا اليوم صاعدا نظرة جديده ستحكم ارضنا انطلاقا من هذا اليوم وقادما سيكون لك فقط امريكا اولا امريكا اولا كل قرار حول الضرائب والهجرة والأمور الأخرى والخارجية والشؤون الخارجية ستفيد العمال الأمريكيين والعائلات الأمريكية يجب أن نحمي حدودنا من الآخرين من البلدان الأخرى الذين يصنعون لنا بضائعنا ويسرقون مصانعنا ويدمرون وظائفنا زي ما حضراتكم شايفين آآ آآ المناطق الرئيسيه اللي انا ركزت عليها في الفيديو دوت علشان خاطر اتكلم فيها مع حضراتكم لكن قبل ما اعمل كده اخد تليفون من اخونا بيتر من ال من مصر اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا بك يا دكتور اخبار سعادتك اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك, أهلاً بيك. أهلاً بحضرتك. كنت عايز اتكلم عن بالنسبه للشرق الاوسط طبعا احنا بنتابع في الشرق الاوسط الاحداث السياسيه وخصوصا اللي بتحصل في امريكا ايوه بنتابع كل يعني البيانات اللي بيقولها ترامب وخطاباته بس انا كنت عايز ادي فكره صغيره كده عن الشرق الاوسط عايش ازاي احنا اتكلمنا كتير عن عن الخطاب الديني في الشرق الاوسط وبنتكلم دايما عن ان احنا بنحارب الارهاب لكن لو جينا دخلنا في ارض الواقع لا احنا هنجدد خطاب ديني ولا احنا بنحارب الارهاب احنا بنحارب ارهابيين اللي هم اعداء نظام بالظبط على ارض الواقع احنا ما بنحاربش الارهاب كفكر بالنسبه لتجديد الخطاب الديني انا مش شايف اي بوادر سياسيه على ارض الواقع لتجديد هذا الخطاب الديني. ده, ده بالنسبه لوضعنا في الشرق الاوسط. الاداره الامريكيه الجديده برئاسه ترامب بتبص للشرق الاوسط بصه يعني اندهاش وانجذاب ناحيه ناس عايزه تجدد الخطاب الديني وعايزه تحارب الارهاب وبتقول انها بتحارب الارهاب وبتجدد الخطاب الديني وسعيده بكده تماما بس هيكون ايه شكل العلاقه المصريه الامريكيه لو اكتشفت الاداره الامريكيه ان احنا على ارض الواقع لا بنجدد خطاب ديني ولا احنا بنحارب الارهاب بجد. هو ده السؤال هيكون ايه شكل العلاقه؟ ماشي بشكرك جدا جدا سؤال في منتهى الوجاهه واحب ان انا استعرض بعض الحاجات واجي لاجابه السؤال دوت اللي هو يا ترى العلاقه هتكون ايه؟ يمكن هخلي دوت بعد الفيديو اللي هعرضه اللي فيه كان بيستعرض يا ترى ايه الاسس اللي على اساسها هيبني سياسته الخارجيه هنشوف السياسه الداخليه وبعد كده نبص على السياسه الخارجيه وبعد كده احاول من خلال كده استنبط ايه اللي هيكون سواء علاقته مع مصر او مع بقيه المناطق في الشرق الاوسط سؤال فعلا يعني هنجيله سؤال مهم جدا السؤال. الحاجه اللي هستنبطها معاكم من اللي قالوا نمره واحد قال ان هو جاي يعمل حركه جاي يعمل موفمنت يعني ايه انا مش جاي اعمل اربع سنين ولو الحظ ساعدني هاخد اربع سنين تانية لا في الاول حتى كل الناس اللي من الادمنستريشن بتوعه هم بيتكلموا بيتكلموا دايما على النكست 8 ييرز يعني هم من دلوقتي افترضوا ان الراجل دوت لو استمر عايش يعني الثمان سنين اللي جايه هم مش حاطين في حسابهم ان هم اربعه دي نمره واحد نمره اتنين بيقولوا ان دي حركه بمعنى ايه بمعنى انها حاجه بتبتدي بس مش هتنتهي بعدم وجود ترامب لكن دي موفمنت احنا عايزين ان احنا نثبت اصولها في المجتمع الامريكي علشان خاطر الى حقب قادمة طيب ده معناه إيه؟ تفتكروا أنه واحد من الناس اللي عملوا حركة من الحركات دي اللي يمكن بيتكلموا عنها دايما أن هو ريجن لما جه عمل جو مختلف على فكرة ريجن في تاني مرة عمل فيها في الانتخابات يعني تاني أربع سنين تقريبا أخذ كل ولايات أمريكا ما عدا ولاية أو اتنين ودي برضو كانت حاجة يعني مش معهودة أنها تحصل عادة في ولايات بتبقى كلها ديمقراط في ولايات كلها جمهوريين ممكن ولاية تقع هنا مرة تقع هنا مرة, تقع هنا مرة تانية زي حتت زي فلوريدا حتت زي أوهايو بيسموها البل ويذر أو يعني الحاجات اللي بتدي إنديكيشن مين اللي هيكسب لكن من أيام ريجان اللي لسه لغاية دلوقتي بيتكلموا عن الحركة الريجانية اللي لمت الشمل بتاع أمريكا اللي قدرت أن هي تقف قصاد الشيوعية النهاردة ترامب بيتكلموا على الترامبينزم يعني على حملة هو عايز يعملها الحملة دي مقاصدها الأساسية هي أن إحنا ما بس قوة عظمى في عالم كبير لكن احنا كامريكا مهمين فالناشوناليزم او العرقيه بتاعتنا او الامريكان او امريكا فيرست ده جزء اصيل من العقيده اللي بتحدد السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه. انا راجل بتاع بيزنس، انا ما اعرفش في الصحوبيات، انا ليه عقود، انا ليه على ارض الواقع، انا ليه في الاخر بيطلع لي كام؟ الراجل جايب المنتاليتي ديت فليه هو بيتكلم ان دي حاجه هتستمر المدة الطويله وايه وسائله في ان هو يعمل كده هقول لحضراتكم عليها هو غرضه انه الامور تمشي في الولايات المتحده نحو هذا الامر بالذات عشان خاطر ده يحصل هو محتاج فعليا حاجتين اساسيتين هو سلطه تنفيذيه يبقى محتاج السلطه القضائيه لسنين طويله تبقى معاه ومحتاج كمان السلطه بتاعه الكونجرس او السلطه التشريعيه لوقت طويل يكون معاه عشان خاطر سواء هو او من سياتي بعده يحمل لواء نفس الحركه اللي بيعمله ترامب هو ان هو بياخد كل الحاجات من البلاي بوك بتاع الديمقراطيين وهو كرئيس جمهوري بينفذه فبالتالي يضمن ان هو هيكسب الديمقراطيين زي ما عمل بالخطاب الشعباوي بتاعه من ناحية العمال والطبقة المتوسطة وكده دايما الطبقة المتوسطة دي اللي بيدافع عنها الديمقراطيين دايما الناس اللي في العمال واللي عندهم النقابات والحاجات دي كلها بيدافع عنها الديمقراطيين لكن هو قرر انه يخش يعمل كل حاجة هتبقي عليه كجمهوري مع المسيحيين والمؤمنين والناس الملتزمين والكونسيرفاتيفز والناس اللي يعني آآ آآ زي ما بيقولوا البايبل بيلت بتاع أمريكا وفي نفس الوقت كل حاجة الديمقراطيين كانوا بيكسبوا بيها أصوات هو النهاردة بيعملها لكم أمثلة وتحت شعار أمريكا أولا تحت شعار المنسيين أنا جاي علشان خاطر الفورجوتن بيبول. نمرة واحد بالنسبة للسلطة القضائية هو عنده دلوقتي رسي على ثلاث أشخاص هو بيختار منهم. الثلاث أشخاص لما درست عنهم روعة. ناس كونسرفاتيف اللي بيسموهم أوريجناليستس أو الناس اللي بيقولوا إنه الدستور لما اتحط بتاع الولايات المتحدة معمول علشان خاطر نفسره زي ما الناس اللي حطوه كانوا يقصدوه الـ الـ الديمقراطيين اللي موجودين او الجم او المتحررين اللي موجودين الاربعه اللي موجودين النهارده وفي واحد يعني خامس مرات يروح الناحيه دي او يروح الناحيه دي اسمه جونسون رغم انه اللي اختاره كان رئيس جمهوري الاربعه دولت واحيانا معاهم جونسون واحيانا مش معاهم بيقولوا انه لا الدستور موجود علشان خاطر نفسره بناء على الواقع اللي بيفرض نفسه فبالتالي زمان ايام ما اتعمل الكونستيتيوشن او الدستور الامريكي كان ما فيش حاجه اسمها الزواج المثلي ما كانش في حاجة اسمها الابورشن او الاجهاض، الحاجات دي كلها لان المجتمع ده كان مبني على اسس روحية مسيحية سواء من اصول يهودية او مسيحية. الناس بقى اللي الديمقراطيين الجمهوريين بيعينوهم وهو مختار ناس ثلاثة اللي هو مختارهم هيختار منهم الاسبوع القادم هيقول هو هيختار مين من التلاتة دولت التلاتة اللي هم لا يؤمنوا أنه القاضي ممكن يعمل حالة جديدة أو قانون جديد أو legislate from the bench يعني ما يقدرش من منصة القضاء أنه يطلع قرار يخلي القانون نفسه يتغير وما يكونش مبني على الدستور أو يفسره بالطريقة الأوسع اللي ممكن تخلي مناسب للواقع مناسب ليه اللي عايزينه الناس اللي عينوه. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ممكن نشوف في خلال سنين طويله جايه انه الميك اب او التشكيل بتاع المحكمه العليا في امريكا اللي هي اعلى سلطه قضائيه اللي هي قرارها يجوب بقرارات الكونجرس اللي هو هم اللي بيفسروا الدستور. المحكمه ديت نمرة واحد الناس اللي هو مختارهم ماشيين مع هذا الخط وناس كونسيرفاتيف جدا 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 نمرة اتنين التلاتة يتراوح أعمارهم ما بين منتصف الأربعينات وأوائل الخمسينات معناها إيه؟ أنه الوظيفة بتاعتهم دي وظيفة دي وظيفة المدى الحياة فمعنى كده أن قصادهم عشرين تلاتين سنة بيمثلوا عمدان أساسية من الأعمدة اللي موجودة في المحكمة العليا يعني بالافتراض الانساني العادي ما هماش ناس يعني هيموتوا بسرعه وطبعا الناس دي بينكتوها بقى صحتها مش عارف ايه بيحطوهم على جداول كده وبياخدوا فيهم كميه اراء بيقروا كل الاراء اللي هم عملوها لان هم سيركت جادجز يعني اللي هم تاني درجه في التقاضي في الدرجه أو درجه اللي هي الدرجة الأولى هم الدرجة الثانية أو درجة الاستئناف أو محاكم الاستئناف والناس دولت بيبقى الكونجرس اوريدي عمل لهم ابروفال يعني برضو بيعدوا مش مجرد ان هم بيتعينوا بيعينهم الرئيس فالناس دولت عندهم اراء كتير عملوها في 100 200 300 قضيه بيمسكوا كل حاجه عبالها الشخص دوت ويحطوا ويشوفوا قد ايه فلان دوت وفي بعض المراكز بتاعه الابحاث بتقول اه دوت 95% من احكامه كانت كونسرفاتيف دوت كان 87 دوت كان 98 وبناء على كده بيختاروا ويشوفوا كمان بيشوفوا صحتهم شكلها ايه يعني عمرهم الافتراضي بناء على وضعهم الصحي وغيره كل الحاجات دي بتقول ايه بتقول ان المده طويله أنا حاطط ناس سنهم صغير علشان خاطر هما اللي هيكونوا السلطة القضائية اللي هتكون في صالح التوجه والحركة اللي أنا بعملها. نمرة اتنين على الجانب الديمقراطي الغالبية منهم على الأقل اتنين سنهم كبر أوي في الثمانينات فمعرضين صحيا لوعكات، معرضين انسانيا ان هم يحصل اي حاجه تخليهم يا اما ان هم يستقيلوا او ان هم يموتوا. فبالتالي هو عنده فرصه انه يحط اتنين او ت... واحد او اتنين تاني في خلال اول اربع سنين معاه انهم يكونوا بيمثلوا كده. لو هو لو هو فعليا حط تلاته على التلاتة اللي موجودين اللي هم فيري كونسرفاتيف معناها انت عندك ستة من تسعة انتهت احنا بنتكلم على خمسين سنة جاية اه الأمور هيبقى شكلها مختلف جدا ممكن نلاقي قوانين اه بتاعة الإجهاض اه بيحصل لها ريبيلنج يعني ب ب ب ب بتتلغي ممكن نلاقي قوانين لها علاقة بالزواج المثلي بتتلغي ممكن نلاقي حاجات كتيرة قوي بتحصل لو دوت استمر والنهاردة الوحيد اللي يقدر أنه يعمل نومينيشن أو يسمي ناس هو الرئيس ده الحق بتاعه لكن الكونجرس أو السنت بالذات يعني السنودس أو المجلس الشيوخ اللي هو الهاير شيمبر هم اللي في الأول بيمسكوا برضو ينكتوا الراجل دوت وإحنا عارفين أن الجمهوريين النهاردة مسيطرين على المساحه ديت بنسبه 52 ل 48 صوت مع وجود حوالي واحد او اثنين من الديمقراطيين اللي بيميلوا ناحيه الجمهوريين شويه زي اللي جايين من ولايات اغلبها جمهوري زي مثلا ويست فيرجينيا ف اوكي هاخد تليفون سريع بس بس اركز على النقطه ديت واخد التليفون بسرعه فالنهارده لو هو ضمن السلطه القضائيه احنا بنتكلم دلوقتي على موفمنت، بنتكلم على حركه، مش بنتكلم على مده رئاسيه من اربع لثمان سنين. الحاجه الثانيه انه ودي هاخدها بعد التليف, هكملها بعد التليفون على طول، ان هو بيعمل كل شيء ممكن علشان خاطر يضمن اصوات الديمقراطيين اللي في منتصف ولايته يعني في خلال سنتين هيحصل انتخاب كامل لكل اللور شيمبر اللي هو مجلس النواب اللي هم 534 عضو وهيتم كمان انتخاب كامل ل سوري انتخاب ل حوالي تلت اعضاء مجلس الشيوخ تلت الاعضاء بتاع مجلس الشيوخ اللي جاي دولت اللي هم حاجه و واحد التلت دوت 24 منه ديمقراطيين عايزين يحافظوا على المقعد بتاعهم وفي ولايات من اللي هو كسبها فبالتالي هو بيحط عليهم ضغط شديد وفي نفس الوقت هو بيستخدم كل الاليات بتاعه الديمقراطيين علشان خاطر يضغط عليهم فيضمن اصواتهم لو ده حصل في المنتصف الثاني كده ضمن 8 سنين ضمن كمان انه ما تتحرك نحو امريكا سواء في الداخل او في الخارج الاثنين ماشيين في نفس التوجه دوت اللي بعد ما اخد التليفون ده هرجع علشان خاطر اكمل فيه معانا الدكتور محمد الدكتوره محبه انا اسف دكتوره محبه من من مصر اهلا وسهلا يا دكتوره اهلا بيك يا دكتور ازي حضرتك اهلا بيكي كل سنه حضرتك طيب وحضرتك طيبه وبكل صحه وسلامه ربنا يخليك أه بنبارك للعالم وللشعب الامريكي على تنصيب الرئيس ترامب و... وبنقول يا رب الهنا الصالح يسنده ويعبده لمجد اسمه ولصالح السلام والعالم كله أه انا بس ليا سؤال أه لحضرتك يا فندم ان يقال ان ان اطرح على في جلسات المناقشه ان يقال ان جماعه الاخوان المسلمين هي تبقى جماعه ارهابيه او لا ومطروحة للنقاش ايوه واتخذ مواقف او موقف معين من سبع دول منهم ايران والعراق وليبيا بالظبط بس ما تذكرش اهم ثلاث دول المغذيين للارهاب في العالم والمصدرين للارهاب في العالم والراعي الرسمي للارهاب وحضرتك تعلم تماما برضه ما تذكرش يا ترى اللي هم تقصدي من السعوديه مثلا من, من البلاد دي او من الدول دي تقصدي بلاد زي ايه السعوديه مثلا مصر آه، قطر وتركيا ايوه هل هل احنا حاطينهم في الميموري ولا احنا خايفين منهم ولا احنا آآ يعني آآ مستنين عليهم شويه ولا يعني هي علامه استفهام كبيره بس في الوقت نفسه يعني انا واخده موقف من من العراق بالرغم من ان العراق الارهاب وافد عليها واخدنا موقف من سوريا الارهاب وافد عليها انما البلاد اللي هي اصلا مصدره للارهاب والرعي الرسمي ليها والمغذيه والمموله فاحنا ما ما يعني ما ذكرناهمش خالص طيب يا ترى ده يعني انا نفسي اعرف ده ده هو ده هو في الحقيقه ده نتيجة ايه اه بشكرك ده سؤال فعلا رائع جدا يمكن كنت هقوله في منتصف الحلقه لكن حضرتك سبقتيني بس سؤال مهم قوي على فكره ده كان ليه علاقه بالريفيوجيز يعني ليه علاقه باللاجئين ملوش علاقه بالمجيء من الدول ديت ولا لا اللي حضرتك بتقولي عليه هو اللي بيسموه المظلم ريجستري أو إنه أي حد جاي من بلد بترعى الإرهاب هيكون محطوط عليه العين لأنه هيكون بيخش جوه مركز معلومات ليه علاقة بكده. السبع دول اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هي منهم سوريا وليبيا والسودان و... 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 وسوريا والعراق وغيره وغيره، دي البلاد اللي وافد منها لاجئين، لكن احنا عارفين إن قطر أعلى نسبة دخل للفرد في العالم نمرة واحد. فطبعا مش هيجي منها لاجئين قطريين مصر ما هياش برضو مصنفة تحت هذا الحد رغم الظروف الاقتصادية تركيا برضو مش نفس الشيء لأنها بلد اقتصاديا منتعشة السعودية زي ما حضرتك عارفة لكن الناس ديت في تفكير ترامب ليهم سكة تانية بس هو القرار اللي اتقال وأتمنى أن ما يكونش فيه خلط في الميديا العربية أن ده ليه علاقة باللاجئين فالبلاد ديت ما بتطلعش لاجئين البلد ديت اوريدي بلد غنيه يعني فهو يمكن دوت الخلط جه من هنا هل في آه آه السؤال الثاني عن انه آه آه اعتبار انه آه جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه ده جاي ده جاي جاي ما حل يمكن لما نتكلم على السياسه الخارجيه آه في الجزء او في الفيديو القادم حضرتك هتكتشفي انه هو اول مره من ثمان سنين نسمع عن حاجه اسمها إسلامي تيروريزم اول مره نسمع عن الارهاب الاسلامي لم ينطق اوباما لمده ثمان سنين لم تنطق هيلاري كلينتون لمدة أربع سنين كان في وزيرة خارجية ولبستنا ولبست الشرق الأوسط كله في الحيط في الاخوان المسلمين وكل الناس اللي معاها اللي هم يعني ضالعين مع الاخوان المسلمين زي هم عابدين والابياري و... 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 وكل الناس دولت آه لاول مره نسمعها وكان هو مصر ان يقولها في الخطاب الرسمي بتاعه ويمكن دوت هنسمعه في الجزء القادم فهم جايين جايين آه كيف سيتعامل معهم طبعا هو هيحاول بكل طريقه ممكنه ان هو ينشف كل مصادر التمويل بتاعتهم ويعتبرهم جماعه ارهابيه لانه في اوريدي آه الضغوط وعايز اقول لحضراتكم انه في خلال السنتين اللي جايين دي اكبر فرصه عند ترامب لانه في السنتين اللي جايين هو عنده 52 سيناتور جمهوريين وعنده غالبيه ساحقه في مجلس النواب فبالتالي مش معهود انه يكون الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب اللي الثلاثة لازم يتفقوا على شيء واحد ان هم يكونوا بيمثلوا كتله الاغلبيه فبالتالي مرور القوانين اسهل بكتير جدا. آآ آآ اوباما ياما وقف حاجات اوباما ياما يعني عمل بلاوي في الموضوع دوت. لما تيجي سيرة دلوقتي الشرق الأوسط والسعودية وترامب وحاجات دي كلها هنكون بتكلم أكتر عن المواضيع ديت يا ترى أجبت على سؤالك يا دكتورة أوكي طيب يعني لو في سؤال تاني أو أي أسئلة تانية من أي حد أهلا بحضراتكم أرجع للسياسة الداخلية زي ما قلت إنها حركة إنها مش مجرد أربع أو حتى ثمان سنين لكن دي ترامب نزم الراجل دوت يهمه قوي 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 الليجاسي بتاعه الاثار اللي هيتركها حتى بعد ما يسيب الرئاسه الراجل حاطط اسمه على كم هائل من الاوتيلات والحاجات اللي بنيها والصروح الاقتصاديه اللي موجوده في العالم كله كل حاجه ترامب 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 فالراجل دوت حتى لو كان الاتجاه بتاعه اتجاه اناني شخصي ما هو الشخص مؤمن مش غيره الله بيستخدم كل الحاجات دي عشان خاطر يحقق مشيئته الصالحه المرضيه الكامله حتى من خلال الناس دولت هو الوحيد اللي يقدر يقول مخبر منذ البدء بالاخير منذ القديم بما لم يفعل قائلا رايي يقوم انا الرب الاله الحامل كره الارض اللي بيزن الجبال بالقباني اللي متسلط في مملكه الناس مخبر منذ البدء بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رايي يقوم افعل كل مسراتي هستخدم وهمسح ناس حتى لو غير مؤمنين عشان كده يقول في سفر اشعه هكذا قال الرب لمسيحه قورش ويسميه 150 سنه قبل حتى ما يتولد انه هيستخدمه رغم انه كان وثني وغير مؤمن لكن هو كان بيستخدمه علشان خاطر يحقق مشيئته في هذا العالم ف نمره واحد عن طريق السلطه القضائيه زي ما قلت لحضراتكم عليها ان هو بيجيب الناس اللي بيسموهم كونستراكشنالستس أو, او originalists نمرة اتنين انه بدا يسحب البساط من تحت الديمقراطيين. اكتر ناس كانوا بيسبورت الديمقراطيين اللي هم الليبراليين او ال... يعني افكارهم متحررة هم الطبقة الوسطى، هم الطبقة العاملة، هم اللي الديمقراطيين بيحاولوا ان هم يرفعوا الحد الادنى للاجور ليهم. هما الناس اللي دايما بيتكلموا بأسمائهم أنتوا تعرفوا أنه أكبر حد بيمول الديمقراطيين سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى الكونجرس كله سواء سيناتورز أو ناس من مجلس النواب هم مين النقابات العمالية النقابات العمالية النقابات العمالية مش بس بتاخد الفلوس بتاعه العمال علشان خاطر يبقى اشتراك متاح ليها عن طريق القوانين اللي مشوها الديمقراطيين ان هم يقدروا يتصرفوا في الفلوس ديت للضغط او ان هم يعملوا لبي لاي ناس سياسيين مستخدمين الفلوس اللي العمال دولت بيدفعوها كاشتراكات تتخيلوا في اول ثلاثة ايام من حكم ترامب يجتمع بأكبر النقابيين اللي بيمثلوا العمالة الأمريكية نمرة واحد يقول لهم ما تخافوش هنصنع في أمريكا هنعمل كم كبير جدا على الصادرات اللي جاية من شركات أمريكية بتصنع برة يعني يا أبل خلي بالكم يا كارير ما اتسحبوا من اللي أنتم كنتوا هتعملوه فورد كانوا هيبنوا بكذا بل بليون آآ آآ مصانع في المكسيك استنهم في امريكا. الراجل شغال فمين اللي مكسب في الموضوع دوت؟ العمال والنقابات العماليه. لما شفت الحديث اللي بتوع النقابات العماليه طلعوا بتوع بعض النقابات يعني اللي هو اجتمع بيهم طلعوا بيقولوا فيه شعر. طيب ما دول اكبر ممولين للحزب الديمقراطي. النهارده ترامب عمال ايه بيكسبهم تخيلوا انه يوم ما ترامب بعد الخطاب الاولاني بتاعه اللي هو طبعا عمل شوك ويفز ويعني ارسل موجات من الغضب في الكثيرين وناس طلعت وقالوا الستات عملوا مليون ست عملوا مارش في الولايات كلها وغيره 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 طبعا الميديا العربيه للاسف بطريقه احس انها ضحله من ناس أنا بحترمهم الحقيقة لكن زي ما يكونوا إيه شمتانين فرحانين لدرجة أن البعض قالوا إحنا مش عارفين حتى هتمر 2017 ويفضل ترامب رئيس ولا لا طبعا تفكير سطحي ضحل طفولي جدا آآ آآ والحاجات دي كلها خلصت هي بتاخد لها يومين هم فاكرين إنه لما هنا هتطلع مظاهرات ان هديه 30 يونيو يا جماعة الموضوع مختلف دي بلد بتاعت مؤسسات ما هيش بلد بتاعت النهارده كام واحد زعلان الميديا شكلها ايه وهو من اول يوم مسك الميديا وشلفتهم وقال لهم بقى يا تتعدلهم يومين ثلاثة وبدات الدنيا ايه تهدى فترامب لما يكون بيكسب الطبقه العامله طب الطبقه العامله دي موجوده فين في امريكا دي موجودة في الميد ويست أو المنطقة الوسطى آه الشمالية من أمريكا آه إلينوي آه بنسلفانيا ويست فيرجينيا آه آه ويسكونسن ميشيغان كل المناطق دي اللي هي مناطق فيها الديمقراطيين وهو حتى لما كسب في بعضها ايوه مثلا هو كسب بنسبة ضئيلة لكن لأن إحنا عارفين أن نظام الالكتورال كوليج أو الأصوات الانتخابية بتتاخد بحسب اللي يغلب حتى لو غالب بنسبة واحد وخمسين في المية تاخد الأصوات كلها وبناء على كده هو رغم أن العدد العام اللي انتخب هيلاري كلينتون كان اتنين مليون أكتر من العدد بتاعه لكن هو في الآخر كسب علشان خاطر موضوع الـ الـ الأصوات الانتخابية أنا عايز أقول لحضراتكم بقى إن هو مركز على المناطق اللي هو كسب بعضها، البعض ما كسبوش، لكن دي المناطق اللي فيها التركيز دوت. تتخيلوا، يبقى ده واحد بيجهز لموفمنت. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بقول إن اللي بيعمله ترامب مش بس هيضمن له كمان ثمان سنين أربع سنين بعد الاربع الأولانيين، لكن الأكثر من كده هو بيجهز إن أمريكا كلها تتحرك ناحية حركة، الحركة دي هي أمريكا فيرست. مصلحتي انا ورا المصلحه أه هجيب لكم هنا الصناعات اللي راحت بره كل اللي عمالين تسمعوه من الناس اللي هم مجرد بيتكلموا كلام لكن ما بيعملوش اي فعل لا انا جاي من اول اسبوع وجاي سخن جدا علشان خاطر اعمل كده عشان كده تلاحظوا حتى في الكلام اللي هو بيقولوا ايه بيقول احنا كنا بنامن حدود بلاد تانية اوفرسيز يقصد طبعا السعودية وقطر والمنطقة ديت يقصد المناطق بتاعة البترول وما كناش بنأمن الحدود بتاعتنا إحنا إحنا عندنا 13 مليون واحد جايين الليجل وغير قانونيين ما ورق خلي بالكم هو عمال يؤكد ويرسخ ليه لأنه كمان الطبقة العاملة ديت أغلبها بيض وأغلبها موجودين في الولايات اللي بيسموها الراس بيلت في امريكا اللي هي حوالين البحيرات العظمى وفي الشمال والشمال الـ الـ الشرقي. الراجل دوت ناوي فعلا انه يتاكد انه في خلال السنتين اللي هو ماسك فيها الحكم والتسلسل التشريعي كله بين ايديه مع قضاه المحكمه العليا انه في خلال السنتين دولت هيمشي الدنيا بالطريقه اللي تضمن انه يعاد انتخاب الجمهوريين اللي هيتسابقوا اللي هم عددهم اقل بكتير في الفتره اللي جايه او انه يوسع كمان رقعه الاغلبيه اللي موجوده عندهم طيب حاجه تانية بيقول احنا صرفنا تريليونات من الدولارات على الناس بره ما خدناش من وراها حاجه تفتكروا الراجل ده قال انا كل مليم صرفناه على السعوديه هيدفعوه هيدفعوه من جديد هيدفعوا ثمنه والا انا عندي الكرباج انا عندي الكرباج انا عايز اقول لكم انه حاجه من الحاجات الكبيره قوي اللي ترامب اصدر قرار رئاسي بانها تتفتح من جديد حاجه اسمها الكيستون بايبلاين دوت عبارة عن خط انابيب بترول ماشي من وهوري لحضراتكم صورة او لو في الصورة موجودة على ال... نقدر نوريها للجمهور. نقدر ان احنا نطلعها دي الصورة ديت فعليا زي ما حضراتكم يعني شايفين جنبي في الصورة أيوة بالظبط ده ممتد من الشمال من كندا من حتة اسمها ألبرتا ألبرتا دي أكتر مصدر موجود في العالم دلوقتي للبترول اللي مستمد من الرمل اللي بيسموه الساند أويل وده من أفخر ومن أحسن أنواع الأويل بس خلي بالكم ده جاي إيه؟ ساند أويل معناها إيه؟ أنك مش بتحتاج علشان خاطر أنك تعمل تنمية للمشروعات دي أنك أنت تنزل وتحفر وتعمل والحاجات دي كلها ده متوفر في الرمل نفسه أنواع معينة من الرمل وده أكبر مستودع لي أكبر احتياطي لي في العالم كله موجود في ألبرتا في كندا فالكيستون بايبلاين لاين دوت ماشي بيعدي على ولايات زي نورث داكوتا وساوس داكوتا بيعدي على نبراسكا بيعدي على إلينوي الولاية بتاعت أوباما بيعدي على كانزاس على أوكلاهوما على تكساس لغاية لما يوصل تحت خالص إلى المواني أو الحتت اللي فيها الرفاينرز أغلب الأماكن اللي فيها مستودعات البترول اللي بيتم فيها آآ آآ إن هم يعملوا تكرير للبترول ويصنعوه موجودة على الجلف في مكسيكو على الخليج بتاع المكسيك ففي الحتة دي هم بيقدروا يصدروا وفي نفس الوقت تبقى معامل التكرير عايز أقول لكم إن الكيستون بايب لاين دوت عندي بعض المعلومات عنه ده لما يكمل هيبقى حوالي 2925 ميل يعني حوالي 4680 كيلو وهو قال لازم البايبس ديت لازم الانابيب دي كلها تكون مصنعه في امريكا. عمال يكسب العمال، عمال يكسب الصناعه الامريكيه. الحكايه دي هتخلق كمان في الولايات وهو ماشي البعض بيقول انها ممكن تخلق فرص عمل تقترب من مئات الالاف لانه في كل منطقه حوالين كل دوت بتنمو مدن وبتنمو صناعات وبتنمو مطارات وبتنمو وبتنمو بيزنس كتيره بتيجي لما يكون عندي منطقه عماليه بيحصل لها نوع من الديفلوبمنت اللي بيحصل ايه ان انا بوفر لها كل الخدمات بعمل مدن جديده يعني ناس عايزه تبني تقدر تشتغل، الناس اللي شغاله في البترول بتشتغل، الناس اللي هنا بتشتغل، بس هو قصده ايه في الاخر؟ هو ضرب عصفورين بحجر، كسب كم هائل من العمال والعماله في نفس الوقت فبالتالي ده يضمن له الديمقراطيين نمره اتنين عايز يوصل امريكا لنوع من الاستقلال في الطاقه الاستقلال البترولي في الطاقة عايز يعني كده بتعبير الشارع يعني عايز يطلع لسانه للسعودية عايز يطلع لسانه للسعودية في نفس الوقت اكتشفوا في خلال الشهرين اللي فاتوا أكبر مستودع للبترول في أمريكا كلها ملقوش زيه موجود في تكساس تكساس من المناطق الجمهورية تكساس من الحتت اللي آآ آآ بتطلع بترول عشان كده اللي منكم حضراتكم اللي راح تكساس يعرف انه هناك البنزين حاجه ببلاش كده يعني اقل من دولار الجالون يعني الاربعه لتر باقل من دولار هناك عندهم المواني زي جلفستون وناحيه هيوستون تحت ديت او كورباس كريستي الحتت دي فيها مناطق التكرير وايضا فيها مناطق التصدير فهو ناوي انه مش بس يكون يعني يقضي على اي تسلط للبترول العربي اللي جاي من الميدل ايست لكن كمان انه يعني يحقق لامريكا الاستقلاليه فبالتالي ما حدش يقدر ايه يضغط عليا ما يقدر يقول لي طب احنا هنزود اسعار البيت ما حدش يقدر هو اللي هيكون بيتحكم فيهم لان هو كمان اللي بيحميهم فساعتها يقول لهم ايه انا كمان عايز بقى ايه تردوا لي اللي فات كله معايا تليفون معايا الاستاذ عادل عبد المسيح من مصر اهلا وسهلا يا فندم ايوه يا مرحبا مرحب بيك حبيبي معلش تعلي صوتك شويه يا استاذ عادل كنت بسأل سياستك بالنسبه دلوقتي هو نفس في الصناعات الصغيره اللي بتخش امريكا المنتجات الصغيره زي مثلا الملابس والبنطلونات والحاجات دي ايوه هي هيستورد نزلتها في امريكا بأسعار رخيصه جدا ايوه مع حضرتك يا فندم هيقدروا يغطوا التكلفه دي لا معلش تاني السؤال ارجوك الحاجات دي رخيصه بلوقتي. قوي هنا مش كده؟ الحاجات دي بتنزل بتنزل من الصين لامريكا رخيصة جدا بتنزل من امريكا يعني حضرتك تقصد تقول بتنزل من من امريكا للشرق الاوسط بتنزل من الصين لامريكا رخيصه جدا او من أيوة أيوة. رخيصه أيوه. اه فهو دلوقتي هل العمال هو هيقفل على الصناعه ديت اللي جايه من الصين آه لا ده طبعا هياخد اه ده هياخد وقت طويل ده هياخد وقت طويل هو جزء من اللي هيحاول يعمله انه هيفرض تعريفة جمركيه على الحاجات اللي جايه من بره امريكا تخلي سعرها لما يوصل للمستهلك في الاخر يبقى اغلى مما لو اتصنعت في امريكا وبالتالي كل ما بيولد فرص عمل في أمريكا كل ما بينعش الاقتصاد كل ما بيعلي مستوى دخل الفرد فلو علي مستوى دخل الفرد حتى لو الحاجة غليت شوية مع طبعا اتساع الرقعة بتاعة الاستهلاك لأن المجتمع الأمريكي مجتمع استهلاكي بالدرجة الأولى يعني الناس عندها أيوة عربيتين وثلاثه أيوة. حاجات زي كده يعني يعني فكره من له ثوبان أيوة. فليعطي من ليس له ما هيش فكره بوبولار قوي يعني فاللي انا عايز اقوله انه اتفضل أيوة. آه، طب بالنسبه لموضوع الاوت موضوع الاوت هو هو في حاجة جديه ان هو ممكن يحل القضيه دي القضيه العويصه دي ممكن هو يحلها مع... معلش حضرتك علي صوتك شويه او التليفون ممكن يعلي سنه. أقول لحضرتك بالنسبه لموضوع القدس موضوع ايه؟ موضوع الـ الـ موضوع القدس القطن موضوع القدس والقضيه الفلسطينيه إلا ممكن عنده الكاريزما او عنده الحلول ان هو يقدر يحلها القدس اه ده موضوع الحقيقه هلمسه عن... نسل... عنده عنده غراءه هو عنده غراءه يعني هو عنده غراءه ممكن مثلا يضغط على سوريا شويه يضغط يضغط على الفلسطينيين شوي شويه طيب ده على فكره موضوع برضو كنت هتكلم فيه حضرتك سبقتني بشكرك جدا لانه فعلا الاسئله النهارده في منتهى الروعه وهقول ايه اللي هيحصل بالنسبه لموضوع القدس ورايي فيه بس يمكن لما اتطرق اكثر للسياسه الخارجيه وان كنت انا بحاول اتطرق ليها مستغلا ما يحدث في السياسه الداخليه فانا هرد على الموضوع دوت لاحقا مع السؤال اللي لسه اللي هي العلاقه مع مصر ولان دوت يمكن السؤال بتاع حضرتك والسؤال الثاني اسئله برضو متداخله هنرد عليها معانا الاستاذ عياد من مصر اهلا وسهلا يا فندم يا دكتور اهلا بحضرتك يا فندم كنت عاوز اقول لحضرتك برنامج رائع وجميل وحلو ربنا يبارك محبتك كنت هستاذن حضرتك في سؤال سؤالين اهلا بيك سؤال خاص بامريكا وسؤال خاص باسرائيل وفلسطين ايوه اتفضل سؤال خاص بامريكا. تفضل. احنا اللي نعرفه من زمان عن امريكا ان هي مثلا بتحارب الارهاب. نعم. الفتره بتاعت اوباما اللي احنا شايفينه في الدول العربيه ان امريكا هي كانت بتغذي الارهاب. كانت راعيه للارهاب صح؟ لا. لا. نعم كانت راعيه للارهاب الاسلحه اللي كانت بتروح لداعش وكانت هي بتحافظ على الارهاب يعني في العراق وفي سوريا وكذا وبتدعيم يعني الاخوان لما جم لمصر هل القانون الامريكي ليه ان يقدر يحاسب اوباما ويحاسب هيلاري كلينتون في في المواضيع اللي زي دي والفلوس اللي اتصرفت نسمع سمعنا ان كده انا ما يعني هل ايه دخل فيها ان ادى للاخوان في مصر عشان يخشوا ياخدوا الرئاسه في مصر ادالهم تقريبا 13 مليار او حاجه زي كده دولار لا هو طبعا آه هو ما يقدرش يطلع المبلغ دوت طبعا لكن هو آه معناه مصر لا لا ما في مصر ما احنا اصله يعني ربنا يكون في عوننا في مصر الاعلام عندنا موجه ويعني آه لا طبعا ما فيش الكلام ده كله وسمعنا 8 مليار و9 مليار سمعنا ارقام كتيره قوي وانه الكونجرس بيحاكموا كلام زي كده كلام ده كلام فارغ ما حصلش ما حصلش خالص طبعا في فلوس اتصرفت واتصرفت بطرق مختلفه طب السؤال الثاني بقيت السؤال بعد كده هقول السؤال الثاني بالنسبه للأسرار اللي هي لقوها في جوز جوز هم عبدين أيوة. جوز مامتها الاثار بتاعت البنتاجون والحاجات اللي هي الاسرار الامريكيه دي أيوة. هل القانون الامريكي ما يحاكمش اوباما وهيلاري كلينتون على الاسرار دي؟ اوكي الاسرار بتاعه البنتاجون والحاجات الخاصه بالسياسه الامريكيه اوكي حد يكون مثلا معاها على اللابتوب بتاعه ان الحاجات دي دي حاجه الحاجه السؤال الثاني عشان ما اطولش على حضرتك واسمع الرد على التلفزيون لو حاضر. اهلا بيك اتفضل السؤال الثاني شكرا لحضرتك الجبل المريا اللي هو اللي فيه المسجد الاقصى وقبه الصخره جبل الهيكل اه ايوه جبل الهيكل اه اليونسكو قالت مره حضرتك قلت ان دي اليونسكو قال ان منطقه اسلاميه يهوديه تمام منطقه اسلاميه بس ما قالش منطقه يهوديه قال منطقه اسلاميه بس بالظبط اه تفضل فكنت عايز اعرف طب ايه مدى ان هم يعملوا لليهود اللي هو الهيكل الهيكل تمام بأشكرك. تمام لا, لا النهارده بصراحه يعني إن بشكرك جدا جدا يا استاذ عياد انا يعني النهارده حاسس الناس مذاكره حلقات كتيره قبل <applause> كده وفي نفس الوقت الاسئله في منتهى الوجاهه يعني هجاوب بسرعة على السؤال الأولاني والسؤال الثاني هجيله برضو لما أتكلم على السياسة الخارجية أنا عندي كذا سؤال حطيتهم علشان خاطر نجاوب عليهم عن العلاقة مع مصر عن موقع موقف القدس ويمكن دوت ماشي برضو مع موضوع جبل الهيكل هتكلم عليهم لما أجي على السياسة الخارجية بالنسبة لي أمريكا راعية الإرهاب تحت حكم أوباما طبعا ده حقيقي إحنا عارفين إنه داعش هي منتج أمريكي من الدرجة الأولى والمشكلة بس إنهم خرجوا عن النص شوية وطبعا كل الحاجات اللي عملها أوباما تتخيلوا حضراتكم إنه أوباما من منتصف 2014 بيقول إن إحنا عاملين حملة جوية وحلفاء و72 دولة ومش عارف إيه وهنكسر الدنيا الطلعات اللي عملها كلها لغاية لما مشي يوم عشرين أقل من اللي اتعمل في أيام قليلة مش كل الأيام بتاعة الحملة بتاعة الشوك أند آه اللي اتعملت ضد العراق سواء في حرب الخليج الأولى ضد صدام حسين لما غزا الكويت أو حرب العراق الثانية لما جورج بوش الابن دخل العراق تتخيلوا سنتين ونص سنتين ونص يعني كلها كانت حاجات هزليه بدرجه كبيره البترول طالع داخل من تركيا اصبحت داعش اغنى منظمه ارهابيه في العالم لما حضراتكم يعني لو الوقت اتاح لينا الوقت هتكلم مع حضراتكم انه داعش النهارده في التكنولوجيا بدات تتسع قوي قوي مش بس لأن هي خدت حاجات ليها علاقة بوسائل التدمير الشامل اللي خدتها سواء في سوريا أو في العراق وده موضوع تاني كبير، لكن كمان النهارده بدأت تستخدم الطيارات اللي بدون طيار وإيه؟ تكنولوجيا الحقيقة في منتهى الروعة مستهل الجمال، هم ما عندهمش طيارات لكن بيستخدموا الحاجات التجارية اللي كل الناس بتشتريها في كل حتة في العالم اللي هي الطيارات اللي بدون طيار اللي هي بيسموها الدرونز، اللي هي ممكن تبقى صغيرة قوي كده قد إيدي يعني. علشان يستخدموها قنابل وموجهه وفيها ليزر وغيره، معايا فيديوهات ان شاء الله النهارده لو لو احتاجنا ان احنا نطول الحلقه هنعمل كده لكن يعني هوري لحضراتكم، من ناحيه ان هي دعمت الاخوان، دعمت داعش، لبسونا في الحيط في الاخوان وغيره وغيره، على الناحيه التانية انا بشوف انه الله كان بيحقق المقاصد بتاعته، لانه العراق كانش لازم تستمر العراق، ما فيش حاجه اسمها عراق في كتاب مقدس، كان عندنا اشور عندنا شعب مادي اللي هم الكرد الكردش يعني اللي هم الاكراد عندنا بابل في الجنوب عندنا روسيا ازاي نتخش تخش هناك ده ما كانش ممكن يحصل الا لو سوريا تفككت وحصل لها اللي حصل لها ايران والمد الشيعي ازاي كل دوت يبقى فوق اسرائيل لان ده ليه علاقه باشعيا يعني نبوة أشعياء ليها علاقة بحسقيال 38 ليها علاقة بحاجات كتيرة اتكلمنا فيها مع حضراتكم ويمكن الأستاذ أكرم حبيب كمان كان معانا عدة مرات يعني كان فعلا أشياء في منتهى الروعة فالشرق الأوسط كان لازم يتغير هو بيغيره من منطق شيطاني هو بيغيره من منطق الإخوان المسلمين هو بيغيره من منطق أنه هو يخلي المنطقه دي كلها منطقه خلافه ماشي لكن الله عنده قصد تاني عشان كده مجيء ترامب كان مهم جدا في الوقت دوت علشان خاطر الامر دوت هل هم يقدروا يحايلوا يحا... ي... 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 اوباما او هيلاري او غيره يحكموهم طبعا لو اكتشفوا حاجات ده هيبقى منى العمر لو اكتشفوا حاجات بس طبعا النهارده لو في بدايه حكمه قرر انه يعمل يخلي هيلاري تارجت لي او يخلي مقصوده او مهدفه او حتى اوباما الحاجات دي مش هتمشي مع الشعب الامريكاني الشعب الامريكاني يميل للنسيان يميل انه يتعذر يتعامل مع هير الناو يعني الان والحاضر ولقمه العيش والاقتصاد واللي يهمني وغيره وغيره فمن الحنكه السياسيه ومن الحنكه الاقتصاديه هو انا في الاول اضمن إنه عامة الشعب والقاعدة الشعبية كلها معايا بعديها هيقبلوا مني أي شيء، فأنا مش متوقع إن دي حاجة تحصل قريب، لكن طبعًا الاترني جنرال أو وزير العدل اللي هو جايبه يعني سموا وموتوا أوباما وهيلاري ويعني أعتقد إن هو يعني السي آي اي كمان الرجل اللي هو جايبه اللي هو كان أحد النواب الأمريكيين الجمهوريين راجل يعني شديد قوي وواضح اللي هو اسمه مستر بومبي دوت فهو مختار كابينة فرازه يعني يعني وش القفص علشان خاطر يعني هي هيسرحوا بقى هيدوا لخيالهم العنان وادي لحضرتك خيالك العنان لسه قدامنا أربع سنين لكن ما توقعش إنه في بداية السنتين الأولانيين هيكون في اتجاه عام ناحية كده لغاية لما يضمن كمان أن الكونجرس اللي جاي بتاعه لو زود فيه الجمهوريين مثلا في السنت من 52 ل 54 56 لو وصل ل 60 اللي هي بيسموها الأبسوليوت يعني اللي هو ممنوع ما يقدروش يعملوا حاجة اسمها في يعني ما يقدروش يعملوا يمارسوا حق معين انه حتى الاقليه تقدر ان هي تعترض وتوقف قوانين يبقى هيحقق كل اللي هو عايزه هو الراجل ماشي في اتجاه حركه هو مش زينا يبقى كل اللي في مخه متغاظ من اوباما اه أو ده عمل فيا ده الثلاث شهور اللي من ساعه ما ده كان بيحرض الناس عليا ان هم يطلعوا ويمارسوا حقهم في الاعتراض عليا ويملوا الشوارع ويعملوا آه آه رايتس وحاجات زي كده الراجل مخه كبير ده راجل بتاع بيزنس ومصلحتي فين فمش متهيألي انه على الاقل اول سنتين لغايه لما تحصل الانتخابات اللي جايه لغايه لما يستقر والدنيا ان هو هيفكر قوي او هتبقى هيلاري او اوباما على اللي عملوه ضر امريكا بالتاكيد اللي عملوه حط في ايدين اعداء امريكا واعداء الانسانيه واعداء الديمقراطيه حاجات كتيره جدا طبعا. هل الاثر دوت يمكن محوه؟ اطلاقا مش ممكن. هل الناس دولت يتلاحقوا؟ حسابات كتيره ما اعتقدش انها تكون الاولويه بتاعته. حكايه الفلوس اللي هو صرفها على الاخوان لو ثبت ان في حاجه من الحاجات كانت اتطبخت او يعني اتطرمخت او وات التعبير اللي حضراتكم تستخدموه واكتشفوا ان في حاجات كتيره حصلت طبعا هيتحط قصاد المدفع. نمره اثنين ان اوباما تسهيله للامكانيات الماديه مش ضروري تكون جايه ان امريكا ادت بس فلوس، ممكن طبعا تكون ادت لمنظمات حقوقيه كتير في الاخر اكتشفنا زي آآ 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 ابريل وزي بعض الحقوقين وغيره اللي هم ممكن اختفوا من الساحه و... 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 والناس اللي هم عملاء في تركيا وفي لبنان وغيره يعني لا داعي لذكر الاسماء ايمن نور وغيره وغيره كل الناس ديت الناس ديت خدت بس بطرق مختلفه ليه لان انا النهارده لما بغض الطرف عن حسابات بنوك لما بغض الطرف عن منظمات غير هادفه للربح او نون بروفيت اورجنايزيشنز موجوده اسلاميه جوه الولايات المتحدة زي منظمة القدس ومنظمات كتيرة تانية لما بغض الطرف عنها واسيبهم رايحين جايين بيتعاملوا ويمولوا من فلوس الأمريكان هنا بأي داعي بأي طريقة ما أنا بعت لهم مليارات الدولارات بس مش أنا اللي بعتها هل أي تصرف من التصرفات دي تحت تضع تحت طائلة القانون في الأغلب لا دوت غسيل الأموال دوت أو الـ 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 اللي بيسموه الوايت كولر كرايمز يعني ال 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 الحاجات دي صعب صعب قوي ولا بد ان يكون فيها انتنشن ولا بد ان يعني ما اعتقدش انه هتكون من ضمن الحاجات الاساسيه انا عارف يمكن خدت وقت طويل لكن انا عارف الناس كثيره قوي بتسال على الموضوع دوت طيب اكمل حاجه سريعه لانها برضو ليها علاقه باللي بيحصل فانا عايز اقول النهارده انه دعم الصناعه امريكا تبقى انرجي اندبندنت يعني تبقى مستقله في الطاقه وانتاجها وكمان تقدر تصدر ده بيدعم العلاقات مع كندا عايز اقول لحضراتكم كمان انه انا اعتقد انه ترامب متغاظ قوي من رئيس الوزراء الكندي وانا عارف انه كتير من الكنديين هيحبوا الموضوع ده رئيس الوزراء الكندي اللي هو ترود ودوت ابوه من ضمن الناس اللي ليبرال جدا اللي في خلال الخمسين سنة اللي فاتوا جابوا كان رئيس وزراء لمدة طويلة حاجة وعشرين سنة في كندا وكان الحزب الحاكم وجاب كندا واقتصادها أرضا وهو اللي دخل في كندا حاجات كتيرة من ناحية الإباحية والزواج المثليين وغيره وغيره وهكذا ألبرتا البروفنس ديت أو الولاية ديت لو يعني أو المقاطعة دي زي ما بيسموها بروفنس يعني في كندا هي اكتر مقاطعه كونسرفاتيف اكتر مقاطعه يعني الموجودين فيها زي زي الجمهوريين عندنا لو ديت بقت اغنى مقاطعه ممكن يرجعوا ويستبدلوا الحكومه الكنديه في الانتخابات الجديده بناس يبقوا على شكلة الجمهوريين في كندا فساعتها يبقى اسهل قوي ان هو ايه النفته والتريد وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالتجاره تبقى ماشيه ايه مع نفس المنتاليتي مع نفس التوجه فهو عايز بالكيستون اللي بقوله دوت مش بس هيعمل كده لا انا النهارده يعني عايز اقول لحضراتكم انه في كل آه كل يوم آه البايب لاين ديت هيكون بيحمل ده على الطاقه الحاليه مش الطاقه الكامله 830 ألف برميل بترول يوميا 830 ألف برميل بترول تخيلوا بقى أنه الموضوع كبر فالناس هناك اللي عندهم فرصة دلوقتي كمان في كندا وفي ألبرتا اللي هي فيري كونسرفاتيف أن هم يكبروا وأن هم يزودوا وأن هم يتاب كل الاحتياطي اللي عندهم ده معناه إيه؟ معناه ملايين من البراميل البترول يوميا هتسري عبر دوت وبالتالي هيعمل فرق كبير جدا فبالتالي هيبقى هو في مركز قوه وهو مع المكسيك ومع كندا في موضوع نفتة في موضوع الحاجات دي كلها فهو عمال بيعمل كل حاجه علشان خاطر ايه يكسب كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي هو قالها كمان ان احنا خلينا ناس كتير قوي اغنيه بره واحنا هنا الطبقه الوسطى بتفقر فكل قرار في الشؤون الداخليه والخارجيه هيكون لصالح امريكا حاجه كمان مهمه هو بدا يركز عليها يمكن حضراتكم اللي سمعتم انه موضوع العصابات العصابات اللي هي الجانجز ديت موجوده في مناطق وفي الانر سيتيز الانر سيتيز دي اللي هي المدن الداخليه اللي هي الاحياء العشوائيه الفقيره اللي موجوده جوه المدن الحضر الكبيره في الولايات المتحده زي شيكاغو مثلا زي ساوث ايست لوس انجلوس زي اغلب زي نيويورك مثلا في مناطق معينه فيها المناطق دي كلها عصابات العصابات دي اغلبها يسود يا جايين من خلفيه اسبانيه يعني مكسيكان او من جنوب امريكا. لما هو بيتكلم ان هو تارجتينج العصابات ديت لدرجه ان هو على ما اعتقد انه في خلال الاسبوعين اللي جايين هيكون بيعمل قرارات جمهوريه لبعض المناطق اللي ما فيهاش نوع من الحسم في الامور دي ان هو يستخدم القوه الفيدرالية ضدها ودي حاجه يعني ما حصلتش قبل كده. الهدف من الموضوع ده ايه؟ المناطق ديت اغلبها مناطق فقيره. لما مش هيكون فيها الجريمة يبقى معناها انها تزدهر وهتكبر المناطق دي كلها بلا استثناء بلا استثناء كل الداون تاونز كل المناطق الوسطية كل المناطق العشوائية دي كلها ديمقراطية وكلها في كل الولايات الامريكية هي اللي بتطب بالميزان في الولايات لو هو اخترق المناطق دي وقدر يدي لهم امان قدر يعمل لهم مصانع قدر يعمل لهم الانفراستراكشر يعني البنيه التحتيه قدر 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 يبقى النهارده هو كسب 100% الديمقراطيين فكنا ان احنا نلاقي ان الحاجات دي كلها بتتغير ده كل ده جوه امريكا علشان خاطر يضمن الحركه دي الحركه دي تفتكروا شعارها ايه امريكا اولا مفيش قرار يتعمل الا لصالح امريكا فبالتالي في نوع من الانكفاء على امريكا من جوه عشان خاطر تبقى عظيمة وقوية هل تعتقد هناك تركيز غير عادي على كل دوت انه هتكون في امريكا طاقة وفلوس وجيش يقدر ان هو يتعامل مع الخارج بنفس الطريقة اللي اه اوباما كان بيحاول ان هو يحط امريكا فيها اللي هو نظام العولمه اللي هو نظام انه امريكا تبقى هي شرطي الشرطي بتاع العالم كله او زي ما جورج بوش كان بيحاول يعمل ان هو كان بيحاول انه يفرض الديمقراطيه على العالم هو مين اللي جاب حماس من من الاخر ما هو جورج بوش الابن ليه قاعد يقول انتم مش ديمقراطيين الديمقراطيه غيره 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 الغزه من اكثر المناطق اللي في العالم كله اللي مساحه الارض لما تقسم على عدد السكان اقل تقريبا من اقل المناطق في العالم اللي فيها نصيب للفرد من المتر المربع يعني معناها ايه عندك كم حشد هائل من الناس والناس دولت كلهم تعبانين وجعانين وعندهم مشاكل وبلاوي الدنيا كلها لما قعد يقول انه لازم يبقى في ديمقراطيه ويحاول انه يفرض الديمقراطيه على العالم العربي جاب لنا ايه جاب لنا حماس واحنا عارفين ان العالم العربي للاسف للاسف الديمقراطيه ما قدرتش ان هي تجيب ناس لغايه دلوقتي يعني يمكن يمكن مصر تعتبر اكسبشن وان كان طبعا يعني الكلام ده ليه توابع كثيره اخرى مش وقتها في البرنامج. لكن اللي انا عايز اقوله ايه انه النهارده هو مش هيبقى فاضي قوي انه يحاول يصدر الديمقراطيه او طريقه المعيشه الامريكيه الى العالم. فبالتالي اللي غيره يقدر يعمله نيابه عنه اهلا وسهلا. توفر عليا فلوس احطها جوه. توفر علي قوات ومؤن اقويها جوه احافظ على البوردرز بتاعتي علشان كده هو ناوي يدي لروسيا اليد العليا في الشرق الاوسط لو هو اتفق معاهم انه ايه؟ احنا هنستأصل الارهاب او احنا هنقف ضده او غيره لكن مش هيكون هدفه الرئيسي ان هو يسعى ان هو يسيطر على العالم كله. طب هيعمل ايه في اوروبا؟ طب هيحصل ايه في الشرق الاوسط؟ هنشوف الفيديو بعد شويه اخد تليفون بس عشان معايا تليفون وبعد شويه نشوف الفيديو اللي بيتكلم فيه في عن السياسه الخارجيه في يوم تنصيبه ونستخلص منها بعض الحاجات ونجاوب على بعض الاسئله اللي اتسالت اثناء الحلقه وما جاوبناش عليها معانا تليفون معانا الاستاذ رفعت لبيب من مصر اهلا وسهلا يا فندم مساء الخير يا دكتور مساء النور تحت امر حضرتك الله يخليكو وهنيك على البرنامج الناجح ده اللي بننتظره بفرغ الصبر دي نعمة ربنا يا حبيبي نعمة ربنا آه. تفضل الله يخليك وغنيك. انت مش شايف يا دكتور ان ايد ربنا داخلة في الاحداث وبتعمل يعني كل الاشياء تعمل معا للخير ده الف في المية او مليون في المية كمان أوه. فعلا والركب الساجدة خير من الجيوش الزاحفة امين أوه. نعم وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها لأن مجيء ترامب بالصلاة والصوم فعلا زي ما حصل في 30 ستة وجاه السيسي وأبطلوا خطة ومشورة أخي توفل اللي هو أوباما وكلينتون وأفشلوا خطة تقسيم وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط نفس الشيء ودي كانت ضربة ضربة للإخوان ضربة قاضية وانصارهم. نفس الشيء بالصلاه والصوم لما حصل في امريكا وجيه ترامب. نعم. و... ودي كانت الضربه الثانيه للاخوان. فايد ربنا داخله في الموضوع بقوه. نعم. ف... فاحنا بنشكر ربنا والناس اللي بتسجد وبتصلي وفعلا ربنا بيعمل كل شيء لاولاده يعني كل ما يعمل للخير فعلا فانا كان عندي سؤال من الحلقه اللي فاتت أهلا. ما لحقتش اسال حضرتك اهلا بيك اللي في في ايه في الانجيل بتقول ومتى رايتم رجسه الخراب قائمه في المكان المقدس التي قال عنها دانيال النبي فاعلموا ان الوقت الوقت قريب فهي المقصود برجسه الخراب والمكان المقدس اللي هو فعلا ارض الشام بلاد الشام ولا ايه بالظبط؟ لا والايه الثانيه أه. تفضل يا آه، دكتور لا يا حبيبي تفضل اهلا بيك والايه الثانيه بتقول لا يترك حجر على حجر لا ينقض فهل فعلا هتكون حرب نوويه والنووي هو فعلا اللي بيفكك كل حاجه وحللها على وجه الارض؟ وده يمكن اوكي سؤالي بس الاخير انا اعتقد ان احنا في برامج ثانيه حضرتك لو رجعت لليوتيوب او للحلقات اه اه ثانيه اه اتكلمنا فيها عن الموضوع دوت هعمله بس بسرعة قوي وهي أنه كلمة لا يترك حجر على حجر فيها إلا وينقض لما المسيح بكى على أورشليم ده اتحقق سنة سبعين ميلادية لما وده كان بيتكلم على خراب أورشليم كلها لما حصل أنه تيتوس الروماني جه القائد الروماني وقرر أنه هو حاصر البلد وحاصرها المدة وبعد كده حرقها كلها وفعلاً لم يترك حجر على حجر في هذا الهيكل الا ونُقِض اللي هو احنا عارفين الهيكل الاولاني اللي بناه سليمان، بعد كده الهيكل الثاني بناه زارو بابل بعد كده وسع الهيكل وعمل فيه رواق الامم وحاجات كتيرة اللي هو هيرودس، يعني حضرتك ممكن ترجع علشان خاطر تقدر يعني احنا ناقشنا الامور دي قبل كده لكن دي يعني نبذه سريعه ركسة الخراب في المكان المقدس المقصود بيها آه 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 اللي هو ضد المسيح ان هو ياتي آه والحاجات دي آه برضو عالجنا بعضها او يعني مشينا عليه في آه حلقات سابقه اتمنى ان حضرتك تشوفها عملنا يمكن حلقتين عن الهيكل آه لكن يعني آه كل شويه هنكون بنريهاش الامر دوت لانه القدس اورشليم هتكون هي فعلا آه آه يعني آه آه A cup of trembling for the nations يعني هتكون فعلا هي الحجر العثره هتكون هي زي ما بيقول في زكريا 12 انه يعني الحاجات دي كلها حاجات اتكلمنا فيها قبل كده لكن حضرتك ممكن تراجعها معانا لانه هياخد وقت طويل فيها لكن زكريا 12 بيتكلم على اورشليم ويمكن هتيجي السيره في الوقت لو احتاجنا ان احنا يمكن نزود وقت الحلقه شويه لان ان في اسئله واحب ان انا اجاوب عليها يعني بشده ف الخراب دي مرتبطه بظهور ضد المسيح مرتبطه ب انه هيجلس في هيكل الله كاله انه هيعمل معاهده سبع سنين وايه اللي هيحصل بعد ثلاث سنين ونصف زمان وزمانين ونصف زمان 1260 يوم كل الحاجات اللي ليها علاقه بسفر الرؤيا والحاجات دي كلها دي حاجات لسه ما حصلتش لكن دي حاجات هتحصل في اللي بنسميه الاسبوع الاخير الاسبوع الاخير وده مرتبط ببناء الهيكل مرتبط ببناء الهيكل في اورشليم القدس ف يعني اللي هنقدر نعالجه المرة دي لأنه ده برضو متعلق بالسياسة الخارجية فأحب أنه نشوف مع بعض ترامب قاله عن السياسة الخارجية بتاعته هيكون شكلها إيه عن طريق الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي سنسعى للصداقه مع امم العالم ولكن سنقوم بذلك من قاعده انه من حق كل الامم ان يضعوا مصالحهم في البدايه في المقدمه لن نسعى لفرض طرق حياتنا على اي كان ولكننا سنشع للجميع كمثال ليتبعه الجميع سنقوي القوانين ونوحد العالم الانساني ضد الاسلام الراديكالي الذي سنقوم باجتثاث جذوره تماما من الارض في اساس سياستنا سيكون هناك التزام بالولايات المتحده الامريكيه وولائنا لبلدنا عن طريقه سنعيد اكتشاف ولائنا لبعضنا البعض الاخر حين ستفتحون قلوبكم للوطنيه فسلن يكون هناك مجال للطمع الكتاب المقدس يخبرنا كم من الجيد حين شعب الله يعيشون معا في وحدة يجب أن نبقى أذهاننا منفتحة وأن نجادل حول خلافاتنا ولكن دائما أن نحافظ على الوحدة حين تكون الولايات المتحدة موحدة فإنها لا يمكن إيقافها أبدا يجب أن لا يكون هناك خوف إننا محميون ودائما سنكون محميين سنكون محميين برجال من نساء عظماء في القانون وفي الجيش والأهم من ذلك كله سنكون محميين من قبل الله Finally, وفي نهايه الامر يجب ان نفكر بعمق وان نحلم بعمق اكبر. الولايات المتحده نفهم اننا كأمه تعيش ما دام انها موحده. لن نقبل بالساسه الذين كل احاديثهم خاليه من الاعمال ويتذمرون ولكنهم لا يفعلون اي شيء حيال ذلك. إننا نقف أمام ولادة جديدة لألفية جديدة والفخر الوطني سيعود مجددا ويشفي ويلملم جراحنا وقسامنا زي ما حضراتكم شايفين ولادة جديدة لألفية جديدة الراجل دوت ناوي على موفمنت أرجوكم كل الناس اللي استهانوا وقالوا ده راجل تصادمي، ده واحد بس عايز يتخانق، ده واحد عايز يعني يضرب وي... ويلوش وغيره وغيره. الراجل ماشي زي القطر. قطر ماشي على قضيب ماشي رايح يعمل اللي هو عايزه. فبالتالي كذا تعليق نمرة واحد قال إحنا مش هنحاول نفرض على الناس طريقة حياتنا. يعني بلد ديمقراطية بلد مش ديمقراطية ما تفرقش معايا مصلحتي فين دي برضو خدوها عند حضراتكم حتى لو المسيحيين فاكرين انه يعني طبعا طبعا ما فيش هيكون اوحش من اوباما لكن بس عايز اقول لحضراتكم انه هنا بيغلب المصلحة الامريكية على اي شيء بس خدوا الموضوع ده بطريقة يعني ممكن نتكلم عنها بعدين ايه اللي ممكن يحصل في الميدل ايست واللي ما نفعش حلقة النهارده ممكن نعملها وقت كمان. أه أه الحاجة الثانية انه قال انه احنا مش هنعمل موضوع النيشنز بيلدنج اللي هو اخترعه جورج بوش الابن اللي هو ايه؟ ان انا لو بنيت البلد زي افغانستان زي العراق زي غيره لو انا بنيتها وعملت لها البنية التحتية بتاعتها مش بس انا هخلي الشركات الامريكيه تشتغل فيها لا انا هضمن ولاء الناس ليا طلعت اني كلها في شنك الناس اللي بيأثر فيهم هو الدين الناس اللي بيأثر فيهم هو العقيدة الثابتة ما بيأثرش فيهم بقى موضوع النيشن بيلدينج ولا بناء الأمم ولا الكلام ده كله اصرف فلوس ارمي 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 اشجعت اه بعض الصناعات لكن دوت مش هيغير حاجة في الموضوع ده مش هيغير حاجة في الموضوع اللي في اللي في القلب في القلب اللي في النفوس في النفوس واللي هيتحكم مع مستوى الأمية الموجود مع التغلغل للإسلام السياسي في عقول وقلوب الناس مع عدم وجود أي نوع من تجديد الخطاب الديني زي ما بيتقال وإن كان أنا عندي كتير على الموضوع ده زي يمكن السؤال الأولاني اللي جالنا مش هيحصل حاجة فهو بيقول إيه من الأول دخولي في اي مشروع هيكون متوقف على حاجه، انا مصلحتي ايه؟ وانا راضي ان كل دول العالم تفكر بنفس الطريقه. ليه؟ انا مش هستحله لنفسي واحرمه على غيري. المصلحه اولا، فين مصلحتك؟ فين مصلحتي؟ هو دوت الطريقه اللي هيتعامل بيها في سياسته الخارجيه، مش هيحاول يفرض طرق امريكا ففكره تصدير الديمقراطيه مش موجوده. لا لو حتة من فيها ناس عمالين يعني مسكين فرقاب بعض وبيقتلوا بعض لكن مش في مصلحتي يعني هم يتصرفوا مش هحاول أفرض عليهم ديمقراطية مش هجيب حماس تاني زي ما عمل جورج بوش مش هو اللي جابهم لكن الصندوق جابهم غزوة الصناديق زي ما حضراتكم عارفين زي ما حصل مع مرسي وهكذا الحاجة التانية أنه أنا مش هحاول ان انا ابني البنيه التحتيه لبلاد وانا البنيه التحتيه عندي زي ما بيقول اصابها العطب والصدا مش هيحصل ابدا كده دي طريقته الحاجه الرائعه جدا اللي هو قالها في الموضوع ده انه انا هطمن ان انا عندي جيش قوي وحاطت ناس على راس الجيش وزاره الدفاع والامن القومي والسي اي اي والكلام ده ناس زي ما قلت وش القفص على الفرازه لكن احنا كمان محميين من قبل الله. محميين من قبل الله. آه انا عايز بس اخد كذا جزء من الموضوع دوت. في عقيده في السياسه الامريكيه مبنيه على مقوله قالها الله في العهد القديم لابراهيم، قال له: نسلك اباركه وكل اللي ه هيبارك نسلك هيبارك. ومن هذه العقيده الثابته في الكنائس الامريكيه في الساسه الامريكيين انه جزء من البركه بتاعه امريكا هي ان هي تكون بتبارك اسرائيل لانه امريكا ممكن تساعد قوي تحقيق النبوات اللي ممكن تحصل في الايام الاخيره. عشان كده لما هو بيقول احنا الجيش محميين من المؤسسات والقضاء ولكن فوق كل دوت احنا محميين بالله ضابط الكل او ذا اول مايتي جاد يعني الهنا المتناهي القوة. دي هنستمد منها بعض الحاجات اللي يمكن تخليني اجاوب على بعض الاسئله اللي ليها علاقه بالقدس، اللي ليها علاقه بمصر، اللي ليها علاقه بغيره. واحدة من الحاجات اللي عملها اوباما ان هو فعليا كان اكتر رئيس على مستوى تاريخ الولايات المتحدة كلها اللي كان بيناطح في إس... مع اسرائيل مع نتنياهو او مع غيره هو كان آآ آآ يمكن بانت اكتر في فتره رياسته الثانيه لانه هو خلاص ده يعني ما ما عندوش غيرها يعني طالع طالع لكن فما بقاش يهمه بقى اصوات اليهود او غيره او غيره ان هو كمان قبل ما يمشي حط شويه حاجات نمره واحد اللي حصل في الامم المتحده يعني فكره العولمه اللي كان يقصدها او النيو وورلد اوردر او الفكره ان يكون في نظام عالمي موحد او شبه موحد الفكره دي اول واحد اتكلم عليها كان جورج بوش الاب قبل كلينتون واستمرت اكتر لان الديمقراطيين توجههم ناحيه العولمه اكتر بكتير من الناشوناليزم او العرقيه او الشعبويه جه جورج بوش برضو حاول ان هو يتوسع في الامر دوت جه اوباما يعني زودها جدا عشان كده اوباما تلاقي انه دايما يروح على على الامم المتحده يروح على الامم المتحده نستصدر قرار نعمل اخر حاجه عملها اوباما ويمكن قلناها في برنامج فات وقلت لحضراتكم قد ايه دي مهمه حاجتين نمره واحد انه اليونسكو وده يمكن برضو بيرد على أحد الأسئلة أن اليونسكو أعلنت أن المنطقة بتاعة جبل الهيكل أو جبل المرية دي اللي إبراهيم قدم فيها إسحاق دي اللي عليها اتبنى الهيكل اللي بناه سليمان وبعد كده زروبابل وبعد كده هيرودس وسع وبعد كده المناطق دي كلها مناطق مسيحية ومناطق تاريخيا مناطق يهودية مسيحية الإسلام دخيل عليها يعني لما جه عمرو بن العاص فتح ولما عمر بن الخطاب والوثيقة العمرية والكلام ده كله وجي بعد كده عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية بنى قبة الصخرة اللي هي غير المسجد الأقصى في المناطق ديت وكان قصده ان هو يعمل ركسه الخراب على فكره كان قصده أنه يدنس المكان المقدس بس هم اليهود او الربايز او ضحكوا عليه ووروا له مكان تاني وثبت مؤخرا انه ممكن يتبني الهيكل جنب رواق الامم على بعد 30 متر ده يمكن برضه شرحناه في حلقات سابقه فاللي حصل انه اليونسكو قرارين بالشكل ده شالت كل حاجه يعني الناس اللي موجودين في عند حائط المبكى او الناس اللي في المنطقه بتاعه القدس الغربيه او الناس اللي موجودين في الضفه الغربيه او غيره انه الحاجات دي الضفه الغربيه اللي هم بيسموها اليهوديه والسامره في التعريف الكتابي يعني كان كل الهدف بتاع اوباما انه عمال يزرع الغام لاسرائيل وهدفه أن يبقى في دولتين وهدفه انه القدس لا تبقى واحده لكن تبقى اتنين هقول برضو حاجه قلتها في كل البرامج اللي فاتوا علشان خاطر اللي بيسمعني لاول مره او داخل على وسائل التواصل او غيره وما سمعش البرامج قبل كده هدف هذه الحلقه ليس هدف سياسي وان كنا بنتعمق وبنطرح سياسه واقتصاد وغيره. الهدف الاخير هو انه كلمه ربنا اللي بين ايدينا دي غاليه قوي. وفيها كل الاسرار إلا الله ائتمن كنيسته عليها. علشان كده احنا يهمنا ان احنا واحنا بنتكلم بنتكلم على إلا الله بيقوله في كلمته. إلا الله بيقوله في كلمته عن القدس قد لا يكون سياسيا مريح لبعض الاذان. لكن أنا قضيتي لأنا أكون مع حد ولا مع غيره لا توجد أي اهتمامات سياسية لهذا البرنامج الاهتمام الوحيد هو تمجيد إلهنا المبارك وعشان خاطر نسبة للكل إن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده سبق وأخبرنا الأحداث مش جديدة لن يدركنا هذا اليوم كلص لكن هو سبق وأخبرنا وفيش كلمة ولا حرف هيسقط منه ده الهدف الوحيد فاستعراضي لأي حاجة ربط الأحداث العالمية اللي بتحصل بيها مرتبط أصلا بكلمة الله مش مرتبط لا بحاجات سياسية ولا أنت مع مين ولا رأيك إيه ولا غيره ده ملوش أي قيمة خالص عند هذا البرنامج ولا إعداده ولا القائمين عليه دي بس حاجة أحب أن أنا أقولها علشان خاطر حضراتكم تفهمونيش غلط أوباما سياسته كانت تقسيم القدس، أوباما سياسته كان إن هو يعمل دولتين، أوباما كان قصده إنه يخلي الإسلام مزدهر جدا في الشرق الأوسط، يخلي الإخوان المسلمين مزدهرين في الشرق الأوسط. طيب أوباما ناوي يعمل إيه؟ نمرة واحد هو هينقل السفاره الامريكيه الى القدس. في الحقيقه از واحنا بنتكلم دلوقتي السفير الامريكي يمارس دوره الدبلوماسي من القدس. السفاره لسه ما اتنقلتش. هتتنقل امتى؟ الاسبوع اللي جاي لما يجي نتنياهو هنا في خلال شهر فبراير وهو احد الناس اللي ركز اوباما ان هو يستقبلهم في اول اسبوعين او ثلاثة من خدمته كرئيس عندنا رئيسة وزراء بريطانيا هتكون موجودة علشان خاطر علاقة ده بأوروبا والسوق المشتركة والتريد او التجارة وعلاقة دوت كمان بخروج انجلترا والخروج المتوقع لكثير من الدول الاوروبية يمكن زي ما قلت في برنامج فات انه الانتخابات الهولنديه على الابواب في مارس الانتخابات بتاعه فرنسا واليمين الفرنسي اللي ماشي في نفس السكه بتاعه البريكزيت او الخروج من تحت العولمه الاوروبيه هو اللي شكله اسهمه عاليه واكبر المانيا نفس الشيء يمكن السنه اللي بعدها وغيره وغيره فهي عايزين يشوفوا احنا هنعمل ايه؟ وعلى فكره قالت حاجه عجيبه جدا رئيسه وزراء بريطانيا قبل ما تيجي امريكا بتقول انه بريطانيا وامريكا يقدروا ان هم لو اتفقوا ان هم فعلا يقدروا يغيروا العالم كله. فواضح انه في الكيميا و يعني مشتركه ما بين الاتجاهين دولت بس اللي إيه أول حاجة نقل السفارة إلى القدس وإن كان عمليا نقل السفير إلى القدس دي تمت ممارسته لي اللي بيحصل ممارسته للعمل الدبلوماسي بتاعه بيتم من القدس حتى لو كانت السفارة نفسها ما تنقلتش فأنا أعتقد أن هي موضوع موضوع وقت هل دي هتكون هدية اللقاء ما بينه وما بين نتنياهو لأنه عايز يعني الناس المهمين هم أكتر ناس هو بينسق معاهم في الأول ليه لأنه دوت الـ الـ زي ما تقولوا إيه الحبكة بقى بتاعت السياسة الخارجية فأنا جاي بتاع كندا جاي دعا بتاع المكسيك وده هنتكلم عنه في خلال دقائق دعا رئيسة وزراء بريطانيا المكسيك وكندا لأن هم دول اللي داخلين في الاتفاق بتاع نفتا اللي هو التبادل التجاري في شمال أمريكا كله نورث امريكان تريد تريتي يعني. انجلترا uh, uh, لانه ده المدخل وده النموذج اللي كسب بناء على الشعبويه او الناشوناليزم اللي ترامب قدمه كحركه. Uh, لكن كمان عن نتنياهو ليه؟ علشان خاطر يقول انه انا مش بس اخد اصوات اليهود اللي موجودين في امريكا واغلبهم ديمقراطيين. اغلبهم ديمقراطيين عايز اقول لحضراتكم انه اكثر من 80% من اليهود في امريكا وعددهم كبير وبالذات في مناطق معينه زي نيويورك لوس انجلوس شيكاغو في اماكن معينه هو ناوي ان هو ياخد اصواتهم بس الاهم من كده كمان لانه البعد الديني اللي بيقول ان اللي بيبارك نسل ابراهيم بيبارك هو كمان مقتنع بيه من خلال خلفيته الدينيه عشان كده الكتاب المقدس اللي هو حلف عليه اليمين ده الكتاب المقدس بتاع امه امه كان لها نفس الايمان امه آه قدرت انها تسيب جواه تاثيرات كثيره وبيحب امه جدا رغم ان هو ما كانش متدين ولا بتاع ربنا ويمكن يعني زي ما شفنا فضايح ونسوان وغيره لكن القضيه الحقيقيه عنده كانت انه امه بيعزها جدا بيعز ابوه جدا اللي اداله الاول مليون يقدر يبتدي بيهم لكن ده ايمان امه ده ايمان اللي هو مؤمن بيه فالموضوع ليه بعد ديني او روحي عنده ليه بعد سياسي مهم وايضا لانه هو جزء من هدفه ان عايز كل الليجاسي والاثر بتاع اوباما ده انا همسحه باستيكا فاكتر الحاجات اللي عملها اوباما انه ساعد في انه يضغط على اسرائيل بشكل غير عادي دي نمره واحد الحاجة التانية اللي عملها أوباما بجانب كل الحاجات اللي حصلت من اليونسكو أنه مرر القرار بتاع المستوطنات وما عملوش فيتو ودي أول مرة تحصل في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية طول السنين اللي فاتوا من سنة 48 لغاية دلوقتي إنه يتم تمرير قرار بالشكل ده وعلى فكرة إسرائيل بتقول إنها توري ترامب الدليل الأساسي اللي عندها اللي بيقول إن دوت ما تمش بس إن هما يعني غمضوا عينيهم عن القرار وامتنعوا عن التصويت لأ ده هما أصلا متفقين على القرار مع الفلسطينيين مع صائب عراقات وغيره وغيره هيقدموا الدليل دوت انه كان هناك نوع من التنسيق ما بين الجانب الامريكي والجانب الفلسطيني في الوقت دوت فالنهارده عائق من ضمن العوائق اللي كان دايما اوباما بيحطها هو ان يحط اسرائيل قدام الامر الواقع عن طريق ان هو يناطح فيهم او عن طريق الامم المتحده فالجزء الثاني ده هو اللي اوباما عمله له تارجتينج. هقول لحضراتكم قرار اللي طلعه اوباما عن الامم المتحده وده قرار جمهوري القرار دوت بيقول انه كل يعني هيتم فحص سموه كده Auditing and Reducing U.S. Funding of International Organization أوباما قرر أنه كل الدعم اللي بتقدمه أمريكا لأي منظمة دولية طبعا على رأسهم الأمم المتحدة أمريكا بتدي حوالي 20% من ميزانية الأمم المتحدة الميزانية بتاعتها ومنظمة وكل المنظمات اللي تابعة ليها زي اليونسكو اللي عملت قرار اللي هو بيقول انه الارض دي ارض عربية ولا دخل للمسيحيين ولا اليهود فيها قال إن هو هيعمل ده, ده قرار جمهوري بأنه يتعمل أودت يتعمل مراجعة على كل الأورجانيزيشنز ديت والهدف منها هو تقليص وتقليل الدعم للأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها على الأقل ده قرار الجمهوري بنسبة 40% على الأقل يعني لو 99% أهو أكتر من 40% يعني ما حددش الحد الأعلى لكن قال على الأقل 40% هنقطع من الميزانية اللي احنا بنقدمها انتوا عارفين انه الميزانية اللي كان حطتها أوباما للأمم المتحدة في 2017 كانت 610 مليون دولار يقول لهم أنا بصراحة عناية كده من 400 500 وعشرة دولت ليه؟ عندنا كوبري عايزين نبنيه في عندنا مصنع على فكره ده فورد كانوا هيعملوا مصنع في آآ آآ المكسيك ودلوقتي قرروا ان هم مش هيعملوا كده فاحنا هنديهم انسنتيف وهنساعدهم ي... هيلاقي لهم 100000 حاجه علشان خاطر يخلي الامم يعني يفطس الامم المتحده. دوت هيعمل ايه؟ خلاص هتبقى بالضبط اسد عجوز بلا انياب اسد عجوز بلا انياب وبلا حوافر سيقلم اظافره دي الامم المتحده فبالتالي آآ آآ دي هتبقى مهمه قوي خلي بالكم هو مش بيتكلم بس على الامم المتحده بيتكلم على كل المنظمات الدوليه اقروا هقول لحضراتكم بيقول ايه بيقول انه اي منظمات دوليه تحط السلطه الفلسطينيه فيها كعضو دائم هيتشال عنها الدعم. ادي نمره واحد. فلو اليونسكو اقرت منظمه التحرير الفلسطينيه او السلطه الفلسطينيه على ان هي عضو دائم يبقى باي باي مفيش مفيش فلوس رايحه. خلي بالكم انه اللي بتقدمه الولايات المتحده كلوكا على بعضها أكبر من اللي بتقدمه 199 دولة تانية فيعني عايز أقول لكم العمود الفقري للولايات المتحدة سوري للأمم المتحدة مبني على أمريكا ده نمرة واحد نمرة اثنين اي بروجرامات من اي منظمات دوليه بتشجع على الاجهاض في اي مرحله من مراحل الحمل برضو هيتشال من عليها الدعم نمرة ثلاثة أي منظمة تتحايل على السانكشنز أو على العقوبات الاقتصادية اللي مفروضة على إيران ومفروضة على نورس كور... على شمال كوريا الشمالية برضو أي حد بيتحايل تحايل ده بقى موضوع إيه كبير أي أنا شايف اللي بتعمله ده تحايل طب ما فيش داعي خلاص زيرو مفيش مفيش الشيك مش طالع معايا ف حاجه كمان اي حاجات دوليه بتشجع على الارهاب او حقوق الانسان فيها بما فيها الحقوق الدينيه مهم عشان خاطر الاقباط يسمعوا مسيحيين يسمعوا اي منظمات تكون بتشارك او بتساهم او بتساعد او لا تتكلم او او او, أو عن دوت برضه هيتشال من عليها الدعم يبقى هيتم هي نوع من الاوديت نوع من الفحص نوع من التركيز على كل المنظمات الدوليه including الامم المتحده على راسها يعني نتوقع انه الضغط الهائل اللي هيتم وده كله قرارات في ايده دي مش محتاج فيها الكونجرس دي كل اللي محتاجه فيها قرارات جمهوريه النهارده حتى الاجزاء او الجزئيات اللي فيها محتاج فيها للكونجرس هو اوريدي عنده الاغلبيه موجوده عشان خاطر توقعوا انه كل البنيه الاساسيه لي الترامبنزم أو الحركة دي بتاعة ترامب هتتم في أول سنتين فهتلاقوا كل يوم سيل هتلاقوا كل يوم بنتكلم هتلاقوا كل يوم حاجة جديدة بتطلع بالنسبة للريفيوجيز أو اللاجئين الراجل قرر أنه يتم على الأقل لمدة 120 يوم يعني أربع شهور وقف كل يعني الفيض بتاع اللاجئين القادم الى الولايات المتحده انتوا عارفوا حضراتكم انه اوباما في خلال اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ولغايه ما مشي في 20 يناير في خلال الاربع شهور دولت دخل وعشرين الف لاجئ من سوريا وش لأن لا الدنيا مش ماشيه وهو حد انتخبه حد تاني فراح من غير ما يتعمل لهم اي نوع من الفيتنج او اي نوع من البحث والتدوير على هم فعلا الناس دول جايين ارهابيين جايين من غيره وغيره تعرفوا عدد المسيحيين قد ايه من كل الناس اللي اوباما قرر ان هم يخشوا واحد في الميه واحد في المية فقط من كل اللاجئين السوريين كان مسيحي مع أن دول المضمونين مع أن دولة اللي عمرهم ما هيعملوا إرهاب مع أن دولة اللي مكويين بداعش لكن لأن في حكم التقية وفكرة التقية في الإسلام فطبعا الحرب خدعة فيخش الدواعش زي ما يخشوا هذا ما اراد اوباما ان يصنعه بيد الشيطان في هذه البلد. فهو لما بوقف هو وقف بس الفيض بتاع الريفيوجيز او اللاجئين لمده 120 يوم ولازم يتعمل لهم ما عدا ما عدا اللاجئين اللي جايين الى هذه البلد من بلاد في اضطهاد للاقليات الدينيه دولت مسموح للهجره مسموح ان هم ييجوا هو ما قالش يعني ما قالش مسيحيين ما قالش المسيحيين بتوع الشرق الاوسط بالذات لكن هو عمل في القرار الجمهوري كل حاجه تقول ان هم دول بس اللي هيقدروا يخشوا تتخيلوا حضراتكم؟ شايفين الفرق ما بين اوباما وما بين ترامب؟ فرق كبير جدا 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 لن يسمح إلا بدخول الناس اللي يكونوا جايين من بلاد فيها اضطهاد للأقليات الدينية ناقص يحط بالأحمر بين قوسين ويبروز مسيحيو الشرق الأوسط لكن السبع دول دولة اللي منهم ليبيا والسودان واليمن وسوريا والعراق وغيره لا طبعا ف ده منظر للحاجات الخارجيه لسه في خبر وصلني دلوقتي بيقول انه اوباما حضراتكم عارفين يمكن ده الخبر ده عرفناه بس قبل ما اخش الحلقه انه رئيس لان هم لما اتعمل مع ترامب اتعمل حديث فقال اه احنا هنبني السور سور فيزيكال هيتبني السور دوت هيكون على 3000 مايل الحدود بتاعتنا مع المكسيك هيتكلف لكن المكسيك هتدفعه هتدفعه فده طبعا خلى الراجل بتاع المكسيك جاي آه انت عندك هتتكلموا في التريد وهتتكلموا في التجاره وهتكلموا في نفته وهتكلموا في غيره لكن انت في الوقت نفسه جاي وانت حاطه رقبته تحت السكينه بتقول له هتدفع هتدفع واحنا اللي هنبنيه لكن حضرتك اللي هتدفعه ف لسه مطلع على حسب ما وصلني هنا انه بيق... ترامب بيقترح ولما تسمعوا هو بيقترح يعني الموضوع يعني ايه بس بيكتبوه بس بيحطوا له صيغه قانونيه لكن هو يعني ايه ده خلاص بقى حاطه في دماغه لانه الرئيس المكسيكي قرر رفض دعوه ترامب للمجيء الى الولايات المتحده لمناقشه موضوع السور وبنائه ومناقشه موضوع الايه؟ التريد او التجاره المفتوحه في شمال امريكا. فبيقول وده جاي من السي ان ان انه بريزيدنت ترامب wants to impose a 20% tax on imports from Mexico to pay for the border wall the white house says يعني كل المنتجات اللي جايه من يعني هو تقريبا دلوقتي خلاص يقدر يقول ان هو ايه طلع لسانه لاتفاقيه التجاره بتاعت الشمال امريكا يعني هو بوظها من الاول يعني زي ما يقولوا ايه ما فيش حاجه هعديها انا مش تصادمي بس لا ده انا بسعى للتصادم هو بيقول لي على فكره رساله للعالم ليه لانه امريكا تحت ظل ترامب بقت اللافنج <applause> ستوك بتاع العالم بقت المهزقة بتاعت العالم شفنا بوتين بيعمل ايه آه شفنا آه اوكرانيا خد منها مش عارف ايه البحر الاسود كرايميه يعني الراجل مش همه حاجه النهارده هو بيدي رساله للعالم كله على فكره انا اقول ما اعنيه واعني ما اقول وانا راجل بتاع عمل وشغل انا بتاع المحسوس انا مش بتاع شعارات فراح على طول هابش في الراجل قال له طيب انت بتاع المكسيك ومش ناوي تيجي طيب هو طلع قرار قبل كده بان كل الناس الليجا اللي, اللي كان عملوا جرائم ان هم يترحلوا يروحوا المكسيك عايز اقول لكم انه في احداث كتيره كانت بتحصل انه ناس بيعملوا عمليات اجراميه هم ما هماش قانونيين وجودهم في الولايات المتحدة والناس دولت بيخشوا ويطلعوا يخشوا ويطلعوا ويخشوا ويطلعوا محدش بيسألهم يقول لهم أي حاجة خالص لغاية لما يقتلوا لغاية لما يعملوا بعض الحاجات اللي خدت صدى كبير في الإعلام الأمريكي هو قال لك لا أنا بقى هبتدي أشوف كل الناس اللي هم هبتدي بالناس اللي هيترحلوا اللي هم الناس اللي ما عندهمش وجود قانوني هنا بس في نفس الوقت عملوا جرائم انا عايز اقول لكم انه بعض السجون في بعض الولايات الكبيره زي كاليفورنيا ممكن يكون اكتر من 20 ل 25% منها ناس الليجل الناس دولت هيروح لا يا عم احنا مش عايزين يقعدوا هنا بنصرف عليهم المعدل اللي بيتصرف على المسجون في سجون كاليفورنيا تقريبا ما يفوق ال100 ل الف دولار سنويا من اكل وشرب وتجهيز وتكييف وملاعب وتلفزيونات وتامين صحي وغيره وغيره لدرجه ان في بعض الناس الهومليس لما بيضيق بيهم الحال جدا بيروحوا داخلين ويروحوا يسرقوا مثلا حاجه من وول مارت يروحوا يسرقوا حاجه عشان خاطر الكاميرات تلقطهم فيرموهم في السجن لانه ضامن انه يعني عندي على الاقل يعني فتره هقعد فيها جوه السجن اكل شارب نايم متدفي تتخيلوا لان في حقوق انسان وفي منظمات وغيره 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 وغير. فبالتالي هنا بيقول لهم اوكي طيب احنا بقى هنناطح مع بعض طيب انا بقى ناوي ان انا احط تعريفه جمركيه 20% على اللي انت هتدخله لي من المكسيك فلو هتصنع عربيات في المكسيك فهو بيدي يقول للناس اللي ناوي يعمل حاجه في المكسيك لا انا هرهبشك هبشه جامده قوي في وهعلي لك السعر هيبقى اعلى حتى من ما عملته هنا في امريكا ليه لانه ناوي ينزل الكوربوريت تاكس او ينزل الضريبة على الدخل في الشركات عشر في المية فلما يحط تعريفة عشرين في المية على اللي داخل بجانب الـ الـ يبقى معناها أنه بيقول إيه لا أنا هخليها للعمالة الأمريكية من جوه فهو اه يعني واضح إن هو في السياسة الخارجية مش هيكون يهمه أمريكا أولا بالنسبة لموضوع القدس السفارة هتتنقل بالنسبه لفكره هو مش مقتنع خالص ان السلطه الفلسطينيه مفروض ان هي تكون ليها دوله يا ترى دوت هيبقى شكله ايه مع مصر ده سؤال الحقيقه ممكن اقول لحضراتكم توقعاتي ايه مصر هتسمعوا فيها رايين راي على الاعلام في شجب لنقل السفاره في كلام كتير قوي والناس اللي مش عايزه اللي عايزه تستنفر الوعي الديني عند الاغلبيه المسلمه انه او العرقيه المصريه او 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 هتقوم ومش هتقعد وغيره وغيره وغيره. وغير. مع انه مع انه في بلاد معينه سفارتها للسلطه الفلسطينيه موجوده في القدس. تتخيلوا؟ يعني طب ليه ما حدش زعل ليه ما حدش قال احنا انتوا عايزين دولتين طيب يبقى اللي ما ترضوش بيه هنا ما ترضوش بيه هنا لكن ما حدش بيقول حاجه في سفارات البعثات الدبلوماسيه بتاعتها للسلطه الفلسطينيه موجوده في القدس طب ليه ما حدش صرخ لكن اللي انا متوقعه هو الاتي ان هيكون في رد الفعل على مستويين مستوى هو مستوى الشعبي ودوت بقى هنلاقي شجب وشتيمة ولأ وترامب وربنا ياخده يعني وحاجات زي كتير كتير وهناك مصالح تفتكروا وقال إيه اللي ليه مصلحة من حقه إنه يفكر فيها قبل ما يفكر في صداقتنا بس إحنا كمان لينا نفس الحق أتوقع أنه مصر على المستوى السياسي على مستوى مقاومه للاخوان على مستوى النمو هتكون حليفه لامريكا القياده السياسيه اعتقد انها ستغض الطرف سيبكم بقى من الشجب والمنظمات ونطلع شويه مظاهرات قدام دار القضاء وتروح للاتحاديه وغيره ونشجب ويحرقوا صوره ترامب يجيبوها ويرموها والعالم الفلسطيني الكلام ده كله يعني ماشي متاح اعملوه دي حريه لكن ده مش هياكل مع مصلحه مصر. فانا اعتقد انه هيكون في وجهين قد يكونوا متضادين في الاتجاه لكن متوائمين في التواجد والتعايش معا. واحد بيميل للتطبيع، واحد بيميل انه مصلحتي وبعد كده هم شايفين انه ده مش زي اوباما. اوباما يسخن 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 يقول لك بكره هنضرب سوريا. وفي الاخر يقول لك يعني مش هعرف اعمل حاجه، لا واضح ان الراجل ده وايه ما بيستناش يعني المكسيكي النهارده الرئيس قال لا مش جاي ومش هنبني السور وكده قال طب خلاص انا هجيب الفلوس في حته ثانيه. اي حاجه داخله لي من المكسيك 20% تاكس. ف اللي انا عايز اقوله انه يا ترى ايه هيكون موقف مصر؟ اعتقد انه على الاقل ده توقعي ان هيكون في موقف شعبي مخالف للموقف السياسي العملي اللي موجود لانه مصر محتاجه الى الدعم الامريكي، الاقتصاد المصري حضراتكم عارفين انه بيمر بظروف صعبه جدا. البنيه التحتيه كتيره. النهارده بموافقه امريكيه والبنك الدولي هيدي لمصر 12 مليار في ضمانات عشان كده الدولار سعره اتحرر عشان كده الحاجات غليت 120 و130% في المية. عشان خاطر كده 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 الحاجات دي كلها مش ممكن تقصصتين الايكونومي لانه خدمه الدين لوحدها ممكن تاكل كل اه 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 ارتفاع في الجي دي بي او ال, ال جروس production يعني معدل النمو او الانتاج ممكن لا يتناسب مع الدين وحتى ممكن يبقى قدامه خمس سبع ثمان عشر سنين على بال ما المصانع اللي بتتبني تاخد الموافقات والبيروقراطيه وغيره وغيره بعد شويه تبتدي تنتج بعد شويه تبتدي تدي بعد شويه تبتدي تعوض راس المال فيبقى فيه ربحيه وهكذا ده, ده ده الماكرو ايكونومكس يعني بتاع الموضوع فبالتالي مصر لمده طويله هتكون محتاجه للدعم الامريكي الدعم الحربي لمواجهه اللي بيحصل في سينا اللي بيحصل كل يوم في الصحراء الغربيه التهديد اللي جاي من ليبيا السودان اللي عايزه تاخد حلايب وشلاتين السعوديه اللي بتناطح عشان خاطر تيران وصنافير اللي خلاص مفروض انها اتحسمت او هي هوب سو لانها مصريه حتى طلع الملك بعد كده قال احنا مش هممنا ان دي كانت هديه مديالنا النظام المصري يعني طبعا كانت فضيحه لو ده الحقيقه يعني ففي نفس الوقت السعوديه عايزه تنضغ مصر تحت انيابها دي حقيقه بصوا انا عمري ما صدقت ان السعوديه ومصر بلد واحد وكل الحاجات اللي تسمعوها في البتاع ده والناس الماجورين اللي موجودين في الاعلام المصري اللي عايزين يطبلوا علشان خاطر يا اما ياخدوا حاجه من السعوديه يا اما ياخدوا واتيفر اللي عايزين ياخدوه حضراتكم عارفين الاسماء القضيه انه السعوديه هدفها الاساسي هي ايه انها تكون رائده العالم السني لانها لازم تعمل القوه السنيه اول حاجه عندها البعد الديني اللي هي الاراضي المقدسه الاسلاميه زي مكه والمدينه في نفس الوقت عندها البترول في نفس الوقت عندها رقعه ومساحه جغرافيه عاليه في نفس الوقت عايزه توقف وتكون هي اللي عايزه تقول انا في الوسط العربي رائده الدفاع عن الشرعيه السنيه ضد المد الشيعي اللي بتمثله ايران حتى لو تركيا هتاخد تتنصب عشان خاطر تكون هي داعمه الخلافه السنيه على وجه عام بعد ما الاخوان المسلمين فقدوا الارضيه بتاعتهم في مصر لكن تركيا مش عربيه هي عندها حاجات تركيا مش عندها تركيا محتاجه للسعوديه والسعوديه محتاجه لتركيا ففي ضمن الحسابات ديت مصر لازم تختار لو فضلت تحت الفك السعودي اللي كل شويه بيدي لك يرمي لك حاجه زي العبد، وبعدين لو عملت حاجه ولا خدت قرار ولا صوتت ضد حاجه مش في مصلحتهم في الامم المتحده يعني يبتدي بقى السعوديه طب تحرن ومش هندي بترول وارامكو توقف البترول والسعوديه تروح اثيوبيا علشان خاطر تقول لهم طب احنا هنساعدكم عشان خاطر تحرموا مصر من الميه بطريقه يعني بتدل على شيء واحد بس انه عمر ما كان في حاجه حقيقيه انسوا موضوع الوحده العربيه بتاع ده الكلام ده كله مصالح عند الكثيرين ف ترامب قال للسعوديه طيب انا وقتكم لسه جاي نمره واحد انا هيبقى عندي اكتفاء بترولي فانا انتم ما تلزمونيش بعد كده نفس الوقت عايزيني استمر بقى ان انا اساعدكم اوقف اساعدكم قصاد ايران ابقي على القواعد على التسهيلات اللي عندي وغيره وغيره طبعا سمعنا ان ولي ولي العهد كان عايز في تيران وصنافير يدي قاعده امريكيه هناك يبقى تدفعوا لنا هو قال لهم كده حتى انتم بتاخدوا احنا بندافع عنكم ما خدناش حاجه فالنهارده هو بيحط سعوديه تحت ضغط غير عادي، وانا متوقع ان السعوديه بعد الملك سلمان ان ما كانش قبل كده ستتفكك، ويمكن عرضت بعض الفيديوهات عن التوقعات عن الموضوع دوت. ده دا شيء فمصر الحقيقه في موقف لا تحسد عليه من الناحيه الشعبويه ولا من ناحية التنمية من ناحية الفلوس من ناحية الاستيراد والتصدير من ناحية أنها تكون دولة أحق بالسيادة وهتلاقوا كل شوية أنه أول المهنئين لترامب الرئيس المصري هو تكوى من أوباما أوباما في خلال الأسبوع اللي فات حديث تليفوني طويل مع الرئيس السيسي لترتيب حاجات فيه يعني مد وجزر آه لكن ماذا سيكون؟ أنا ملاحظ أن الإعلام المصري بالذات آه الاتجاهين بدأوا أن هم يبانوا فيه شوية بالذات من الإعلام اللي احنا عارفين أنه من تحت السطح هو فعليا بتحركوا الاستخبارات آه 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 الحكومية آه فهتلاقوا النسختين دولت موجودين. فأنا أعتقد إنه مصر هتكون من مصلحتها إن هي تعمل كده، لكن قصات كده هتكون بتحتاج إن هي تحترم حقوق الإنسان، لأن كل المنظمات اللي لا تحترم حقوق الإنسان، حقوق الأقليات الدينية هتتعرض بالذات إن في ناس كتير قوي مسيحيين مؤمنين موجودين في الكونجرس دلوقتي. معانا الأستاذ جورج من كاليفورنيا هيكون معلش آخر اتصال اتفضل يا أستاذ جورج أنا أول الحلقة كنت حاولت تتكلم دكتور على الاقتصاد أنا عندي سؤال على على الريل أستيت ماركت والإنترستيت ماركت على الإيه تاني معلش؟ على الريل أستيت ماركت. الانترستيت, ماركت الإنترستيت ماركت؟ نو الريل أستيت ماركت أو الريل ستيت الريل ستيت اه يعني الريال 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 العقارات يعني اه اتفضل العقارات آه. والفوائد بتاعه العقارات آه بقالنا بقالنا السنه اللي فاتت بقالنا كام سنه بنحاول الريت قليل آه اليوم اليومين دول الريت بيعلى شويه آه الريل ستيت ماركت لغايه دلوقتي بقالنا مده محدش عارف اراء كتيرة مختلفه هل الريل ستيت ماركت هيطلع ولا هينزل كل سبع سنين المفروض بيتغير بس انا مش انا دلوقتي مش لاقي رؤيه واضحه فممكن أيه. توضح لي الرؤيه ديت اوكي في اي سؤال تاني؟ آه هو بس حكايه الانترست ريت والستوك ماركت الاستك ماركت بيعلى قوي اه في حاجات غريبه فالحقيقه مش الرؤيه مش واضحه بالنسبه لي ايه ترامب هيعمل ايه؟ ماشي هو من ساعة ما ترامب انتخب خلي بال حضرتك انه لو حضرتك شايف الستوك ماركت او البورصة الامريكية اللي يسموها يعني اللي هي وول ستريت او ودي ليها كذا معامل يعني زي الناسداك وزي يعني مش هنخش في الـ في والاس 500 والحاجات دي كلها لكن الخط العام ليها كان متذبذب يميل الى الانخفاض وقت ما كانت كل الترشيحات ماشية مع هيلاري كلينتون لأنه الناس كانت هتتوقع أنه التاكسز هتزيد الضرائب وغيره وغيره فكانت الصورة مش واضحة ومش عارفين إزاي هتوصل الأسواق إلى ال... يسموها معدل الاستقرار اللي حصل أنه من يوم 8 نوفمبر إلى غاية دلوقتي الستوك ماركت ما نزلش يوم واحد مستمر في الصعود إلى أن تخطى امبارح اه حد ال ألف نقطه ودي حاجه غير مسبوقه في تاريخ الستوك ماركت كله اه ودوت بيدعمه حاجه اسمها الكونسيومر كونفيدنس والسمول بزنس كونفيدنس يعني في بعض الحاجات اللي بتمجر او بتقيس معدل الثقه عند المستهلك الامريكي في الاقتصاد وده واحد من اهم الانديسز يعني او واحد اندكس مهم جدا 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 هذا المعامل ليه لانه لو العموميه الشعب مطمئنه ان الاقتصاد كويس وهيفضل كويس وهيستمر وهيعلى ده بيخليهم يعملوا ايه يصرفوا دلوقتي بحريه ما يحوشوش يعني ما يعتمدش على التحويش بقدر ما يعتمد على ان هو يصرف وينبسط دلوقتي لايه لانه عارف ان اللي جاي كويس ده بيعمل ايه ده بيحط وبيصب كم هائل من المليارات في دوره الاقتصاد الحاليه بتاعه دلوقتي اللي موجوده مش القادمه مش الاكسبكتد مش البروجيكتد مش الـ من قدام دوت بيعمل ايه بيخلي ميزان العرض والطلب يتجه ناحية انخفاض الأسعار دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه بيزود الانتاج لأن الناس بقت تشتري أكتر فالكل بينبسط في حاجة زي كده الانتاج بيزيد الانتاجية بتعلى والحاجات دي كلها سبب أن الكونسومر كونفيدنس وسبب انه ثقه المصانع في ان هي تنتج وما تخافش ان مش هيحصل نوع من الريسيشن يعني الركود فبالتالي هي هتشرب اللي انتجته دوت او تبيعه بارخص الاسعار كسربلس او كزوائد عن الحاجه انه معدل الكونفيدنس ده بيزيد فالاتنين دولت بي يعني بيزودوا بعض فبيخلوا الناس بتصرف ودوت بيزود الستوك ماركت انا عارف انه في بعض الناس بتستدل انه ارتفاع الستوك ماركت في كمان حاجه اسمها البوند ماركت او أحاول آه آه حاول الاقي الاسم بالعربي اللي هي الـ 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 الشهادات المضمونه بضمان الحكومه آه اللي الناس بتقعد فيها المده الطويله خمس وعشر سنين على بعد تعمل لها ماتيوريتي او تنضج يعني أنه كل ما البند دوت الفايدة عليه بتزيد انه كل ما بيقل الريت بتاع السلف اللي بتديها البنوك الى بناء البيوت وشراء البيوت انا اعتقد بناء على وانا عايز اقول لحضرتك انا لست حجة اقتصادية فاللي انا بقوله دوت لا يضعني تحت اي طائلة من ان انا بتكلم كاكسبرت ولا قناه الحريه بتتكلم كاكسبرت لكن توقعات لا ترقى الى الى ان هي تكون حاجه اوفيشيال او انه لدينا انه انه الحاجات دي كلها هيحصل لها نوع من الاستقرار انه مع زياده الانتاجيه هيزداد الرغبه في انه اكبر عدد من الناس يتملك بيوت كل ما العرض هيقل عن الطلب كل ما هيكون فيه نوع من الاستقرار قد تعلو شويه وتنزل بحسب القدره الائتمانيه يعني مش عايز اقول راي محدد علشان خاطر ما يبقاش فيه اي لايبيلتي يعني لكن ممكن ابقى اتكلم مع حضرتك على التليفون لو حضرتك سبت تليفونك. كل دوت بيجيبني لنهايه حلقتنا. سياسة ترامب الداخلية والخارجية طبعا الوقت خدنا ان انا اتكلم على حاجات كتيرة لكن سياسته هي امريكا اولا دوت هياثر ازاي على اوروبا والعالم العربي في الاول هياثر بانه المزاج العام المتجه ناحية العرقية والوطنية في كل البلاد اللي في اوروبا هتزداد التوقع انه الاتحاد الاوروبي هيتكسر اللي شايلينه دلوقتي المانيا وفرنسا، فرنسا خلاص في ابريل ومايو اللي جايين سوري في مايو ويونيو اللي جايين هيكونوا بيعدوا بالمرحلتين بتوع الانتخابات بتاعتهم والتوقع الكبير ناحيه اليمين اللي بيدعو الى انفصال فرنسا، ساعتها هتبقى المانيا اللي شايله الشيله، المانيا الناس تعبانه جدا من ان في مليون مهاجر دخلوا واللي عملته تركيا وغيره آه، كل الحاجات دي بتقول لنا شيء واحد بس انه آه، هناك اتجاه لتحقيق كل المكتوب في النبوات آه، تركيا الـ الـ البرلمان التركي وهعدي بطريقه سريعه ادى صلاحيات كبيره جدا لاردوغان تهيئه ان يستمر الرئيس آه، وما يكونش فيه ليميت للسنوات لي بتاعته الى سنه 2028 فبنشوف بنشوف السلطان العثماني اللي عايز يرجع المجد الاسلامي من الاخوان المسلمين اللي النهارده بقى مركز الثقل بتاع الاخوان حاجات كتيره قوي مع كان صعب ان احنا نقدر نعملها في حلقه واحده معايا بتاع كمان سبع ثمان فيديوهات ما تعرضوش بيتكلموا على حاجات مختلفه واللي بيحصل في داعش وغيره لكن هنكتملها في حلقه قادمه الحاجة الوحيدة بس اللي نفسي أسيبها مع حضراتكم إحنا اتكلمنا عن اقتصاد وعلى سياسة وعلى رؤية للأحداث وعلى 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 حاجات كتيرة خالص السؤال الأخير اللي عايز أوجهه لحضراتكم في نهاية كل حلقة ده مني أنا في إيه؟ يهم كنيستي في إيه؟ يهم شعبي في إيه؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعدة؟ هل أنا مستعد؟ هل أنا عايش حياة منتظرة وبقول مع الروح الروح والعروس يقولان تعال أيها الرب يسوع هل أنا حاطت نفسي في الموضع اللي أقوله فيه أنا قدامك تحت أمرك أنا عايز أسمع منك ما يقوله الروح للكنائس إيه اللي الروح بيقوله النهاردة للكنيسة بيقول لها اذهبي الوقت اللي جاي قد أترك ليكي فيه بعض الحرية بعض الحماية علشان خاطر شيء واحد مش عشان خاطر تاخديها لروحك وتقولي اه اطمئن وانبسط لانه في ظل الاضطهاد دائما تنمو الكنيسه وبزار نموها الحقيقي هو دماء الشهداء فمش عايزين نرتاح وننبسط ونقول اه ونبقى كومبليسنت دي نمره واحد لكن نقول ان دي فرصه ربنا اداها عشان بكل قوتنا نخترق ابواب الجحيم التي لن تقوى علينا وكل واحد وكل واحده مننا يفكر يا ترى انا فين بما ان العلامات دي كلها مكتوبه موجوده وبانه مجيئه يقترب وانه يعني ياخد كنيسته قرب قوي 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 يا ترى انا فين انا عايش حياه التوبه انا مسلم حياتي فعلا للمسيح ولا انا طموحاتي وكل اللي عندي ماشي ناحيه شيء واحد هو انا ونفسي اشكركم لاجل وجودكم معانا واتقابل معاكم في حلقه قادمه وبرنامج عشره اربعين ربنا يبارككم